بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي مشاهدي قناة النادي الأهلي وجمهور النادي الأهلي في كل مكان، أهلا ومرحبا بحضراتكم معنا في حلقة جديدة من الأبطال. حلقتنا النهاردة زي ما تعودنا هتبقى عبارة عن نصفين، النصف الأول مجموعة من الأخبار، والحقيقة عندنا أخبار كثيرة سواء داخل النادي الأهلي أو محليا. النصف الثاني بيبقى فقرة حوارية، وزي ما حضراتكم تابعتم معنا الحلقة اللي فاتت، النادي الأهلي في إطار طبعا دعمه للفرق المختلفة سواء كرة القدم أو كل الألعاب سواء جماعية أو فردية، رجال وسيدات، الدعم متواصل بدون تفرقة. كان أحد ركائز هذا الدعم كان مع فريق أو جهاز أو فرق الجمباز، تم تعيين مدير فني جديد أرماني ليتولي المسؤولية الفنية للجمباز، وتم الإعلان عن ده في الحلقة اللي فاتت من خلال طبعا كابتن خالد العوضي مدير النشاط الرياضي. الحقيقة كان لازم نتكلم عن اختيار المدير الفني، ومش بس كمان اختياره، لا هنتكلم كمان عن الجمباز بشكل عام سواء الفريق الأول رجال وسيدات، الناشئين، البراعم، الناشئات، الأبطال الدوليين اللي عندنا، عندنا أبطال دوليين كثيرين، عندنا أبطال أيضا أولمبيين. هنتكلم عن الجمباز بشكل عام من خلال ضيفنا اللي منورنا النهارده الدكتور محمد فؤاد رئيس جهاز الجمباز في النادي الأهلي اللي هيتكلم معانا في كل شيء. كل المهتم بلعبة الجمباز سواء كان عضو عن جمعية عمومية أو أيضا أحد الجماهير أو المتابعين، إن شاء الله النص الثاني من حلقتنا هيلاقي الكثير على إجابات أسئلته التي تخص الجمباز. هنبتدي بأخبارنا وهنبتدي كالعادة بكرة اليد. الأول قبل ما نروح للخبر عايز أفكر حضراتكم دايما إنه إحنا حامل لقب الدوري والكأس رجال العام الماضي. الحقيقة الفرقة بتعيش يعني فترة يعني جيدة أو عصر جيد في كرة اليد. طيب قبل ما أقول الخبر أنا عايز بس أحلل بعض النقاط. أول شيء وهو الاستقرار الفني. السنة اللي فاتت كان مجلس إدارة النادي الأهلي بقيادة الكابتن محمود الخطيب قرر التعاقد مع مستر ديفيد ديفيدز المدير الفني الأسباني، كان مدرب منتخب مصر السابق واحد من المدربين الكبار الأوروبيين، صاحب سي في كبير، وتم التعاقد معاه لمدة تقريبا 3 سنوات. كان الهدف من هذا التعاقد مش موسم واحد ولا اتنين، يعني احنا مش هنقيم مستر ديفيد ديفيدز، يعني خلاص هو تم تقييمه فنيا بشكل جيد، ليه لا ما يحصلش استقرار فني؟ وده كان وجهة نظر مجلس إدارة وإدارة النشاط الرياضي بقيادة كابتن خالد العوضي اللي دايما بيكون حريص، وكل يعني توصياته اللي بيرفعها المجلس الإدارة وهي الاستقرار. أول حاجة كان الاستقرار الفني كان أهم شيء، إن المدير الفني اللي يجي بعرف إنه يقعد سنتين ثلاثة، هو قعد نصف العام الماضي خلفا لطبعا مواطنه الأسباني السابق اللي كان بيدير برجودو تقريبا، كان مدير فني أسباني وكان بيقود الفريق وقعد يمكن كام شهر، وبعد كده جه مستر ديفيد ديفيدز كمل السنة الثانية اهو، السنة الثالثة اللي جاية. إذا الاستقرار الفني هنروح تاني للاستقرار اللاعبين، يعني استقرار اللاعبين حضراتكم شفتوا من السنة اللي فاتت للسنة دي تم التجديد مع عدد كثير جدا من اللاعبين، يمكن آخرهم كان حميد المصري، يعني عدد كبير من اللاعبين، يمكن مش متذكر بالظبط الترتيب لتعاقد اللاعبين، ولكن تم التوقيع والتجديد مع اللاعبين 4 سنوات. هنا انت بتتكلم على استقرار فني، اللاعب لما يكون عارف انه هيقعد في النادي 4 سنوات بيبقى استقرار نفسي كمان، وده كان هدف كابتن خالد العوضي ان كل يعني حراسه المرمى والمدافعين والخط الخلفي والوينجات كل عناصر اللعبه يكون فيها استقرار، وده كان حاجه مهمه جدا. طيب الاحتكاك، يعني خلاص احنا في استقرار فني وفي استقرار اداري وفي استقرار للاعبين، يتبقى الفنيات. فالنهارده النادي الاهلي وفر لفريق كره اليد معسكر ناجح بكل المقاييس في البوسنه. المعسكر لعبوا بطوله الابطال الثانيه، النادي الاهلي كان حامل لقب السنه اللي فاتت، لعب مباريات متدرجه القوه، يمكن كان اقوى على الاطلاق طبعا برشلونه، يجي بعديها مونبلي الفرنسي اللي احنا يعني انهزمنا او تعادلنا معاه، ولكن خسرنا من برشلونه في الفاينل فرق تقريبا على ما اتذكر 3 أو 4 أهداف. فاذا انت عملت ده بخلاف طبعا المباريات الاخرى اللي انت لعبتها متدرجه المستوى وفزت فيها، ولكن يتبقى الاستفاده الفنيه الكبيره من المشاركه في هذه البطوله. خلصنا كده، دخلنا بقى على بطوله الدوري العام. مستر ديفيد ديفيدز وتابعنا مع حضراتكم يعني 3 أو 4 جولات فزنا، وهنروح للخبر ونشوف اخر جوله كانت ايه، ولكن مع المتابعه الدقيقه لفريق كره اليد مستر ديفيد ديفيدز بيعمل سيناريو بيطبقه من اول الدوري. مباراه الدوري انت باذن الله باذن الرحمن انت كاسبها ان شاء الله، يعني المباراه اللي بتلعبها دي بدليل ان احنا في الخبر نقول لحضراتكم احنا اول الدوري دلوقتي برصيد 10 نقاط، ولكن كان الهدف من مباريات مش انه يكسب، الهدف انه يجرب الكل. فنلاقي مستر ديفيد ديفيدز بيلعب الشوط الاول
يعني فكر واسلوب ومجموعه من اللاعبين، وبيروح الشوط الثاني يبقى شكل مختلف تماما. تفوق كبير، نعم تفوق كبير. طب كل ده احنا عايزين بنعمله ليه؟ احنا عندنا اول احتكاك او اول اختبار قوي لهذا الفريق بعد الموسم الماضي، وهي بطوله افريقيا للابطال اللي هيشارك الرجال والسيدات فيها، وهتكون في نهايه الشهر الجاري. طيب الوضع ايه؟ الوضع ان هو دلوقتي في حاله يعني تراي اند ايرور، بيجرب اللعيبه، بينزل تشكيلات، بيشوف ده مع ده. الفتره دي كلها ان شاء الله تكون فتره كافيه، يكون في استفاده، اولا استقرار فني واستقرار اداري واستقرار للاعبين واحتكاك فني. فالنهارده مجلس الاداره وفر كل شيء لفريق كره اليد، يتبقى توفيق ربنا سبحانه وتعالى، واللي هيكون يعني بدايه هذا الاحتكاك او بدايه قويه هذا الموسم في بطوله دوري الابطال الافريقيه اللي احنا عايزينها، وعايزين يعني الكاس بشكل كبير، وعين على المنافس. انا ببص كده على المنافسين، صدقوني بالورقه والقلم بفضل الله احنا افضل كثيرا. يتبقى توفيق الله سبحانه وتعالى، ودائما التوفيق يذهب لمن يستحق. نروح لاول خبر لينا، وهي مباراتنا مع العبور، الفريق الاول لكره اليد، لعب مباراه في احد الجولات في دوري المحترفين، دوري المرتبط الاول انا اسف، وفاز على نادي العبور يعني الحقيقه نتيجه كبيره 30-20. النادي الاهلي ممكن يفوز بنتيجه اكبر من كده، ولكن زي ما قلت لحضراتكم السياسه اللي بيلعب بيها مستر ديفيد في المقدمه اللي انا قلتها، واللي كانت ضروريه عشان يعني الساده المشاهدين والاهلاويه كلهم يعيشوا في جو الفريق الاول ويعرفوا وصلنا لغايه فين. المباراه كانت اتلعبت على صاله الامير عبد الله الفيصل بمقر النادي الاهلي بالجزيره يوم الجمعه اللي فات. الشوط الاول كان خلص يا صالحنا 16-8، والشوط الثاني خلص طبعا بالنتيجه اللي قلتها لحضراتكم 30-20. احمد هشام سيسه سجل 6 اهداف ومن 6 تسديدات على المرمى، بطبعا نسبه 100% من التصويبات. احمد هشام سيسه من اللعيبه المميزين جدا، واللي يعني طبعا الفريق بيعتمد عليه، ده مستر ديفيد ديفيدز مدير الفني للفريق الاول. وزي ما قلت لحضراتكم بالنتيجه دي اتصدر للترتيب بالدوري، ولكن بتسع نقاط مش 10، وهو نفس رصيد طلائع الجيش والبنك الاهلي، بس احنا متقدمين بفرق الاهداف، وبعديهم بيجي نادي هليوبلس في المركز الرابع والزمالك في المركز الخامس برصيد 8 نقاط. ودي حاجه كويسه ان انت تبتدي الموسم وانت يعني زي ما بيقولوا بلغه الكوره او لغه الرياضه راكب الدوري. الفوز ده الفوز الثالث من 3 جولات، الاول كان الظهور والمعادي ثم العبور. طبعا زي ما قلت لحضراتكم ان الماتش اللي جاي كمان هيكون مباراه صعبه شويه، هتبقى يوم الثلاث اللي جاي قدام نادي سموحه في اسكندريه. يمكن ده اول مباراه صعبه شويه، ولكن ده مطلوب، مطلوب جدا تلعب مباراه قويه بره ملعبك، مباراه جدا مهم جدا تستعد، خاصه ان انت مطروح بطوله افريقيا في الكونغو اخر الشهر. مش حدش هيستنى ومحدش هيتسمى عليك زي ما بيقولوا، هتلعب مباريات بره بيتك بره ملعبك، الدنيا هتكون هناك زي ما بيقولوا مفرمه، فلازم تلعب ماتشات متدرجه القوه، لان ده اللي هيحصل في افريقيا. خليني اقول لكم ان افريقيا بحكم متابعتنا ليها على سنوات بيكون اول يعني في الاول بيكون الدنيا لطيفه، بتبتدي بقى البطوله تشد او يبتدي بقى الجد من قبل النهائي. انت بتتاهل اول مجموعتك دايما، ده بيحصل معانا بفضل الله سبحانه وتعالى، تلعب دور الثمانيه بيبقى رابع المجموعه الثانيه، بيبقى مباراه سهله، قبل النهائي بتبقى مباراه نوعا ما ما بتبقاش سهله. هو قبل نهائي ونهائي. نتمنى التوفيق ان شاء الله عشان تبقى اول بطوله من السبع بطولات اللي هيلعبهم فريق كره اليد السنه دي في موسم ممتلئ بالبطولات. هنروح للخبر الثاني مع كره اليد سيدات، نفس الوضع، ولكن يعني برضو بيستعدوا للاشتراك في بطوله افريقيا الابطال في كونغو، وده قرار جريء الحقيقه من مجلس اداره النشاط الرياضي انه يستمر الدعم لفريق السيدات اللي ابتدى بابطال الكؤوس السنه اللي فاتت بعد غياب طويل يمكن 6 أو 7 سنوات ما شاركش هذا الفريق في اي محافل افريقيه. الاهلي يهزم الظهور في بطوله منطقه القاهره لسيدات اليد، الفريق الاول لسيدات كره اليد بالنادي الاهلي بقياده مديره الفني كابتن محمد عادل زولا فاز على فريق الظهور بنتيجه 41-19 في بطوله منطقه القاهره. الماتش كان اتلعب امبارح على صاله الامير عبد الله الفيصل باهلي الجزيره. الشوط الاول من الماتش كان خلص لصالحنا فرق 9 اهداف 18-7. قبل ما نوسع الفرق في الشوط الثاني ونقدر نفوز بنتيجه كبيره وهي 41-19 مع كل الاحترام لنادي الظهور المحترم طبعا. فريقنا كان كسب اول ماتش ليه في البطوله يوم الجمعه اللي فات قدام مركز شباب الجزيره بنتيجه كبيره برضه 47-11 في منافسات نفس البطوله. فرقتنا بتحاول تستعد زي ما قلت لحضراتكم بكل قوه لبطوله افريقيا الانديه ابطال الدوري، هتتلعب نهايه الشهر اللي احنا فيه في الكونغو برازافيل. الحقيقه برضه خليني يعني اعمل
يعني اوفر فيو كده سريع على فريق السيدات. فريق السيدات السنه اللي فاتت برضو نفس السيناريو اللي اتبعه النشاط الرياضي ورفع به توصيات لمجلس الاداره وبدا الاول بالاستقرار الفني. كابتن محمد عادل زولا وهو احد اساطير النادي الاهلي في كره اليد واحد مديرينه الفنيين السابقين للفريق الاول ومدرب عام وكان كل شغله مع الرجال. النهارده لما تم اسناد ليه المهمه مع السيدات رحب وتم توفير ليه الاستقرار مع فريق يعني مع جهاز محترم جدا كابتن ميشوا يعني جهاز كابتن عبد الوارس جهاز محترم جدا للسيدات تولى المسؤوليه واشتغلوا بجد. السنه اللي فاتت كان هدفهم يعني يرجعوا تاني البطولات بعد ان غابت السنه اللي قبل اللي فاتت نتيجه ظروف تغيير جيل ولكن واصابات وجاوا مخلفا لكابتن طبعا يحيى يوسف المدير الفني القدير الحقيقه اللي ادى دوره وزياده ولكن هو ده حال الدنيا بتبقى عباره عن مراحل. استطاع الفريق انه يعني يمشي بشكل جيد السنه اللي فاتت دوري وكاس رحنا بطوله افريقيا ابطال الكؤوس خدنا مركز ثالث بشكل جيد. السنه دي ان شاء الله يستمر الدعم لهذا الفريق احنا قلنا او كل الناس توقعت ده ولكن في ناس رهنت ان النادي الاهلي مش هيكمل دعمه لفريق السيدات خاصه ان ده السيناريو في مصر دلوقتي. اللجنه المؤقته طبعا في اتحاد كره اليد اللي بتقوده هي من اول يوم جت خدت على نفسها عهد انها تدعم فريق منتخب السيدات لكره اليد. بيبقى الحقيقه انا كنت دايما بيبقى عندي نوع من المراره شويه ان احنا عندنا فريق كره يد رجال قوي جدا ولكن ما عندناش فريق كره يد سيدات. نفس الجينات نفس الطبيعه الجسمانيه نفس كل شيء وده طبيعي يعني هتلاقي الدنمارك رجال وسيدات جامدين السويد نفس الوضع ليه لا مصر ما بقاش عندها رجال وسيدات منتخب قوي. اللجنه المؤقته جت اشتغلت كابتن امين صلاح المدير او المسؤول عن المنتخبات في اتحاد كره اليد اسس للفريق شارك في بطوله افريقيا بالفعل بعد غياب طويل وشارك في البطوله كانت في السنغال ما توفقناش بشكل كبير خدنا يمكن تقريبا المركز السابع على ما اتذكر ولكن كبدايه جيده. انا توقعت ان ممكن يعني الاتحاد يصاب بالياس يقول لك لا انا مش هكمل ولكن على العكس تماما الاتحاد كمل دعمه لهذا الفريق وطبعا اكيد في بدايه هذه المقطوره هو النادي الاهلي. النادي الاهلي النهارده لما فرقه كلها بتقف على رجليها كل المنتخبات بتقف على رجليها وهي دي الحقيقه يعني محدش يقدر ينكرها. النادي الاهلي هو اكبر قلعه رياضيه في مصر بتمد المنتخبات بعناصر مختلفه سواء اجهزه فنيه سواء لاعبين دكاتره اداريين كل شيء. فالنهارده النادي الاهلي لما بيقف في لعبه او بيقف على رجله او بيتفوق النهارده على طول اوتوماتيك المنتخب يعني اوتوماتيك بيروح في حته ثانيه ولكم على ذلك شهود كثيره يعني يمكن اكثرها وعلى الاطلاق كره القدم يمكن جيل النادي الاهلي القديم كابتن اسلام الشاطر كابتن وائل جمعه بركات الجيل ده لما كان واقف على رجله بشكل كبير النهارده منتخب مصر كان في الوقت ده تصعد افريقيا لثلاث سنوات او ثلاث بطولات متتاليه فهو ده قدر النادي الاهلي. طيب فريق السيدات نفس الوضع تم توفير ليه كره اليد تم توفير ليه جهاز فني يعني مستقر. النهارده ناحيه فنيه بمعسكرات السنه اللي فاتت شاركوا في بطوله الكويت الدوليه ونجحوا باقتدار في الفوز عليها بيها. برضو السنه دي محطوط لهم جدول دعم ولكن يمكن ضيق الوقت ما ساعدش ان الفريق يطلع معسكر خارجي ولكن اكيد ده هيحصل واكيد في بلان لدعم هذا الفريق. اليد في النادي الاهلي تم وضعه على الطريق الصحيح تم التخطيط ليه بالرغم انه عاش فتره شويه فيها اهتزاز ولكن النادي الاهلي ابدا ابدا بيدور على الخلل فين وبيعالجه وما بيبصش دي كوره دي يد دي سله ده جمباز ده سكواش كله بيتم دعمه بنفس الشكل ودي اللي تعودنا عليه في النادي الاهلي. مسؤوليه كبيره على مجلس الاداره نعم مسؤوليه كبيره عهد قطعه على نفسه كابتن محمود الخطيب وعايز اقول لكم ان كابتن محمود الخطيب زي ما هو قريب جدا من كره القدم ايضا قريب جدا من الالعاب الاخرى وطبعا المجلس بالكامل اكيد النائب العام فاروق كمان قريب للالعاب الاخرى بشكل كبير يعني قصدي اقول لكم ان المجلس نعم هو مجلس يعني بيهتم كتير طبعا اللعبه الشعبيه الاولى الكوره ولكن كابتن محمود الخطيب ويمكن اكبر مشهد السنه اللي فاتت وهي كل الفرق بدون اتفاق اول ما بتتقلد الميداليات بيروحوا على كابتن محمود الخطيب ويقلدوه الميداليه الذهبيه وده كله جه بدون اتفاق وحب ومشاعر طبعا طيبه تجاه رئيس النادي كابتن محمود الخطيب. هنروح لكره السله والحقيقه قبل ما نتكلم عن كره السله لازم نبارك لنجمنا الكبير ايهاب امين احد نجوم مصر في التاريخ كله يعني انا شايف ان ايهاب امين كتب اسمه من ذهب الحقيقه. وخلينا اقول لكم انه لعب كاس عالم جيد مش بس كاس عالم خلينا نرجع فلاش باك كده شويه. ايهاب امين هو ابن نادي سبورتنج. ايهاب امين لعب منتخب مصر تحت 16 سنه في اسكندريه
الكلام ده كان يمكن في بداية 2010 2009 8 في الوقت ده، واستطاع أن يفوز بأفضل لاعب أفريقي في هذا الوقت. وبعد كده جات له منحة في أحد الجامعات الأمريكية، سافر على أمريكا، لعب في جامعة الأول مستواها متوسط، ثم انتقل بعد ذلك لجامعة من أفضل 10 جامعات على مستوى أمريكا. ثبت نفسه بشكل كبير بعد عودته إلى مصر وانتهاء دراسته في الجامعات وتحقيق أرقام كبيرة. رجع على مصر، اختار النادي الأهلي، والنادي الأهلي اختاره ودي كانت رغبته. رجع للنادي الأهلي، ابتدى معاه، كان هدفه حصد البطولات. إيهاب أمين وعد وصدق بتحقيق البطولات مع النادي الأهلي، تألق بشكل كبير وكان له دور كبير جدا في البطولات وحصد البطولات مع النادي الأهلي وعودة البطولات مرة أخرى في كرة السلة. إيهاب أمين مش بس كده اكتفى بده، لا اكتفى كمان اشتغل على منتخب مصر، كان له دور كبير جدا مع منتخب مصر في التأهل لكأس العالم من خلال الويندوز اللي لعبناها، وتألق بشكل لافت. راح كأس العالم، ما اكتفاش بكده، عمل كأس عالم عظيم الحقيقة بمستوى رائع أشاد بيه الكل. ويمكن تتويج لده الأرقام لا تكذب، يعني دايما الأرقام لا تكذب. نجمنا ونجم مصر إيهاب أمين استطاع أنه يفوز أفضل قاطع للكرات بيسموه بيست ستيل في كأس العالم، متفوق على لوكا اللاعب السلوفيني لاعب الـ NBA اللي كان بينافسه على هذا اللقب. وما أدراك ما الستيل في كرة السلة، ده يمكن من أحد المهارات الكبيرة اللي بيكون عليها يعني نقاط في الإيفاليشن أو الإيفيشنسي في الستاتس اللي بتتحسب بعد كل مباراة. فإيهاب أمين النهاردة كتب اسمه من ذهب محليا وأفريقيا وعالميا. قبل طبعا يعني أكيد ما نتكلم عن خبرنا، لازم نبارك لنجمنا إيهاب أمين بهذا اللقب. ومعانا عبر الهاتف نجمنا الكبير إيهاب أمين. إزيك يا إيهاب؟ ازيك يا كابتن هيثم، وحشني والله. جدا جدا وحشنا، والف مليون مبروك لكل مجتهد النصيب. مستوى رائع في كأس العالم، ارقام يعني كأكبر مسجل عربي في كأس العالم بعد ان تخطيت طبعا نسبة فادي الخطيب نجم لبنان. النهارده احسن ستيل في العالم مش بس عربيا. احنا بنبارك لك يا إيهاب والله، وقول لي شعورك بعد تحقيق هذه الارقام. الله يبارك في حضرتك. طبعا يمكن كلنا كان نفسنا ان احنا نتأهل الاولمبياد مباشرة، ده كان حلمنا من اول يوم. يعني ما حسناش الحظ، بس الحمد لله قربنا ان احنا وصلنا للملحق. طبعا الملحق هيبقى صعب، بس احنا عندنا امل، وبالذات بعد الخبرات اللي اكتسبناها في كاس العالم عارفين ان احنا قربنا كتير وقصرنا المسافات ما بين المنتخبات الاوروبية كل منتخبات العالم. فان شاء الله يعني الفتره الجايه تبقى احسن مع الاهلي والمنتخب كمان. إيهاب، انت توقعت تاخد افضل ستيل، خاصه ان انت كنت في يعني عملت لعبه شهيره بستيل في مباراه الاردن، كل العالم اتكلم عنها وكل الصفحات، حتى الفيبا الباسكتبول افريكان ليج كل الصفحات اتكلمت على هذا الستيل العظيم. يمكن لو نقدر نجيبها على الشاشه هنجيبها للساده المشاهدين. توقعت ده إيهاب ولا انت اتفاجئت النهارده بعد الاعلان عن الارقام؟ لا خالص طبعا، ما كنتش متوقع، بالذات ان سيستم كوتش روي كمان هو ما بيحبش الجامبل او المخاطره قوي. هو السيستم بتاعه ان احنا بنفضل قدام الكوره وفي الزون، فمش بيحب ان احنا نغامر قوي، مع ان انا من اكتر حاجه ان اقطع كوره واحاول يعني اداي الديفنس الهجوم وكده. بس اعتقد كذا ماتش يعني توفقت ان انا قطعت كذا كوره وفرق معايا كتير، بس اكيد ما كنتش متوقع. لا الارقام ما بتكذبش وما شاء الله عليك، بس خلينا اتكلم كمان على يعني النادي الاهلي. انت النهارده رجعت من المنتخب، بدات الاستعدادات لبطوله العالم، كلمني على الاستعدادات الفرقه يا إيهاب، يعني عاملين ازاي، هل السفر هيكون امتى، كلمني بالتفاصيل عن بطوله العالم لجمهور النادي الاهلي كله مستنيها. طبعا احنا كنا رجعنا التمرين بقى لنا 3 ايام، كل اللعيبه الدوليه انا وعمرو الجندي وعمرو طهران وعمر طارق، معانا عمر عباده، معانا نور سكول، كله وصل، مايكل فاكوادي، الفرقه اكتملت. التمرين ماشي كويس جدا، بدانا الاستعدادات، عارفين ان احنا اول فرقه نلعبها فرقه اجنايت باتل جي ليج. خلاص يعني يمكن اقل من اسبوع هنبقى في سنغافوره، مسافرين يوم 17 بالليل تقريبا او 18 الصبح، فخلاص فتره قليله قوي على سفرنا. بطولة طبعا يعني مهمه، وعارفين الماتشات هتبقى صعبه جدا، بس ان شاء الله نبقى قدها يعني. طب إيهاب، انتوا هتخلصوا بطوله العالم، هتروحوا على الدوحه على طول البطوله العربيه 11، ولا هترجعوا على القاهره لفتره وبعد كده تطلعوا على الدوحه؟ هنرجع على القاهره بس تبقى فتره قصيره جدا طبعا، عشان حضرتك عارف الدوحه بطوله عربيه اول يوم 11،
اكيد لازم نبقى هناك قبليها على الاقل بيوم او يومين نلحق نتمرن هناك، بس هنرجع القاهره الاول لفتره قصيره قوي يعني. طب ايهاب، دايما عودتنا ان انت احلامك يعني اللي بتحلم بيها دايما ما شاء الله الله اكبر بتحققها، ايه اللي بتحلم بيه الفتره الجايه يا ايهاب؟ يمكن في الوقت القصير اللي جاي طبعا نفسي في ميداليه في كاس العالم الانديه مع النادي الاهلي، حلم يعني. بعديها طبعا بطولة عربية بالنسبة لي مهمة، بالذات بعد اللي حصل السنة اللي فاتت، تبقى تاني بطولة عربية في تاريخ النادي الأهلي، ده يعني شرف كبير قوي للعيبة اللي موجودة دلوقتي إن إحنا نقدر نكسبها. عارفين إن هي هتبقى صعبة جدا، في منافسة قوية وفي محترفين كتير في ليفل عالي قوي جاي البطولة دي، وإن إحنا نقدر نحافظ على البطولات اللي إحنا كسبناها السنتين اللي فاتوا. يعني الموضوع طبعا زي ما حضرتك عارف أول تاني سنة لما بتكسب بيبقى موضوع صعب، بس ثالث سنة على التوالي أكيد أصعب وأصعب. فإن إحنا نقدر نسيطر يعني 3 سنين ورا بعض على البطولات المحلية طبعا حلم بالنسبة لنا، وإن شاء الله نقدر نحققه. ومع المنتخب أكيد يعني ده بالنسبة لأي رياضي في أي لعبة حتى حلمه إن هو يبقى لعيب أولمبي، فأكيد إن التأهل للأولمبياد مع منتخب مصر إن شاء الله في الصيف الجاي يعني. ان شاء الله كل يعني كل احلامك ربنا يحققها لك. طيب هسالك سؤال اخير يا ايهاب عشان اسيبك، يعني عارف انتوا يعني في مشوار او في تجمع عشان ازاي ان شاء الله السفر لبطوله العالم، بس خليني اسالك سؤال، ايه اغلى بطوله ليك يعني اخذتها الفتره اللي فاتت وليها معزه كبيره جوه قلبك؟ صعب، ممكن اقول بطولتين، بطوله اول دوري ليا. قول بطولتين، قول ثلاثة، يعني ايه البطولات العزيزة على قلبك اللي مهما ربنا كرمك من بطولات أخرى مش هتنساهم؟ أول دوري ليا في الأهلي طبعًا، ده كان ليه إحساس تاني خالص، وبطولة أفريقيا اللي إحنا لسه كاسبينها السنة دي، دول أعتقد أغلى بطولتين ليا في مسيرتي لغاية دلوقتي يعني. إن شاء الله أكسب بطولات أكتر يبقوا أغلى إن شاء الله. إن شاء الله يا إيهاب، وإحنا أنا الحقيقة بضم صوتي لصوتك، هم الحقيقة دول أغلى بطولتين الحقيقة فعلًا، أول بطولة دوري للأهلي معاك وبطولة أفريقيا عشان كانت الأولى بعد يعني شكلها الجديد. بشكرك شكرا جزيلا يا ايهاب، واتمنى لك كل التوفيق ولكل مجتهد النصيب. ايهاب امين نجمنا، نجم كره السله في النادي الاهلي ومنتخب مصر عبر الهاتف. والحقيقه انا عايز اقول لكم انه ايهاب امين يعني مش بس نجم، هو رمز يعني. النهارده اللي كل مجتهد النصيب دي كلمه لازم تبقى قدام كل لاعب سواء صغير سواء كبير. ايهاب امين تعرض لصعوبات كبيره جدا جدا وخد الطريق الاصعب النهارده لما راح يروح امريكا وبعد كده يثبت كفاءته، وبالمناسبه هو كان من اعلى الارقام في جامعته في الستيل برضو. انا فاكر كويس قوي لما قريت الستاتس بتاعته في اخر سنه في الجامعات، كان واخد رقم واحد في التوب 10 في الجامعات في الستيل. فهو طول عمره عنده توقع، عنده انترسبشن كويس في قطع الكوره، فدي موهبه الحقيقه. الحاجه الثانيه ان ايهاب امين مش بس تفوقه في فنيا، ولكن هو اتعرض لاصابات كتير. انا بس يعني عايز اقول لكم انه على مدار السنتين ثلاثه كان ايهاب امين كل ما يقف على رجله يجيله سبين انكل، كل ما يقف على رجله مثلا يعني ياخد كام غرزه في جنب عينه. فايهاب امين ما وصلش اللي وصل له ده وطريق مفروش بالورود، فلازم كل الناشئين وكل الكبار يتعلموا من النجم الكبير ايهاب امين انه ما فيش حاجه مستحيله وانه يقدر يحقق. ونحط جنبه عمرو زهران نفس الكلام. فالحقيقه الاثنين دول اصبحوا رمز للاجتهاد والتعب والعلم. نطلع لفاصل اعزائي المشاهدين ونرجع نكمل اخبارنا، ولسه عندنا الكثير والكثير ولكن بعد الفاصل. تابعتم حضراتكم يعني مداخله كابتن ايهاب امين قبل الفاصل، بس الحقيقه عايز يعني افسر شويه او يعني اتكلم بتفاصيل اكتر عن سله رجال. سله رجال عندهم بطولتين مهمين جدا خلال الاسبوعين ثلاثه اللي جايين. زي ما حضراتكم عرفتوا انه في سنغافوره هيروح يلعبوا بطوله العالم عندنا بمجموعتنا صعبه. بطل الجي ليج او الدوري الامريكي اللي بعد الام بي على طول هيكون بطله، اللي هو ايجنت الامريكي، هيكون ده اول لقاء لينا. وبعد كده عندنا فرانكا البرازيلي بطل كوبا امريكا. يعني اللي قصدي اقول لكم ان الفرقتين جامدين جدا. اتصور الجي ليج هيكون صعب جدا ان احنا نكسبهم، لانه فريق بيضم اغلب لعيبه الام بي، يعني هو الجي ليج ده عباره عن الدوري اللي بيعد لعيبه الام بي عشان يشاركوا في الام بي، او بيكون يعني بتسند عليه شويه لغايه ما بترجع اللعيب بتاعك تاني. فده بطل الجي ليج صعب جدا ان احنا نكسبه، ولكن فرانكا البرازيلي ممكن. الحقيقه ما شفتوش، ولكن شفته هو فريق بيبقى صعب، ولكن اتصور بالنسخه بتاعت النادي الاهلي دلوقتي ممكن نعمل مباراه كبيره بالطموح اللي سمعناه من ايهاب امين. هنخلص بطوله العالم في سنغافوره، هنرجع القاهره حسب كلام طبعا نجمنا ايهاب امين، هنقعد يوم او اتنين وبعد كده هنطير للدوحه عشان نلعب بطوله العربيه اللي هتبتدي
فيرست اوف اكتوبر، يعني نتكلم في 1 اكتوبر ل 10 اكتوبر. طيب ليه ايهاب امين بيقول ان البطوله مهمه؟ خلينا افكركم ان احنا كنا حامل لقب السنه اللي قبل اللي فاتت، والسنه اللي فاتت كان عندنا مباراه نهائيه في الكويت مع الكويت الكويتي، وطبعا حصل خطا غير مقصود، يعني خلينا نقول غير مقصود من الحكم السعودي اللي كان بيحكم المباراه، كلفت النادي الاهلي خساره المباراه وبالتالي خساره اللقب. فعشان كده ايهاب امين بيقول خاصه بعد اللي طبعا مر بينا السنه اللي فاتت، وكان طبعا يعني بنحترم ده، والتحكيم اخطاء التحكيم جزء من الرياضه، ولكن انا بقول على الوضع اللي حصل او اللي ادى لخساره اللقب. وكان ساعتها مستر اجوستي بوش نزل يعني بيان او نزل تويتر على تويتر ايام ما كان بقى اسمه تويتر، وقال انه يعني الظروف ايه اللي حصلت والدنيا، وحس ان كان في نوع من انواع عدم التوفيق من الحكم في هذا القرار، وباعترف طبعا كل الناس، ما كانش محتاج حد يقول حاجه، ولكن كان في اخطاء قال عليها مستر اجوستي وقال احنا هنشتغل عليها. واكبر دليل ان احنا بعد كده ما شاء الله دوري وكاس وبطوله افريقيا، يعني حدث ولا حرج، وبطوله مرتبط، يعني فعلا بالورقه والقلم الفريق عدل من اخطائه، وده مستر اجوستي بوش ان هو دايما بيدور على الافضل ودايما بيدور على الاحسن. شفنا ايهاب امين اتكلم على الثلاث اللعيبه اللي موجوده، اللاعب المحترف صانع العاب التونسي عباده، واتكلم عن فكوادي، واتكلم عن اللاعب الثالث طبعا المحترف الامريكي اللي انضم للفريق. فكده الثلاث اجانب اللي هنلعب بيهم في بطوله العالم موجودين مع الفريق مكتمل الحمد لله، ما عندناش اصابات، الخمسه الدوليين راجعين بفضل الله بفضل الله مكتملين. ومن ضمن الاصابات اللي كانت اتعرض ليها ايهاب امين كان احد الاصابات مع المنتخب، يعني قصدي اقول لكم كان كسر في يعني ايهاب امين ما راحش كده للمستوى ده بطريق مفروش بالورود، لا صعاب من اصابات، ويقوم يقف على رجله ويقع ثاني ويقف على رجله، فهو ده الحقيقه فريق كرة السلة. طيب الفريق السنة دي بيعتمد بشكل كبير على الناشئين اللي طالعين، عندك مؤمن طارق خيري، كريم حاتم لو ما راحش جامعة في أمريكا هيكون معانا إن شاء الله، عندك يعني مجموعة من الناشئين الجيدين اللي منضمين للفريق بشكل كويس، فعندك تنوع في الأعمار السنية، وده بيديك تنوع فني للفريق. ده باختصار موقف فريق الرجال، كل التوفيق ليهم في البطولتين الجايين. نرجع بعد كده على دوري المرتبط، نخش في المعمعة، وابتدى المشوار طبعا على راي طبعا عبد الرحيم حافظ المغني الكبير، ابتدى المشوار في كل الفرق، ونتمنى موسم ناجح زي الموسم اللي فات باذن الله. هنتابع بقى لعبتنا مع المنتخبات المختلفه، هنتكلم على منتخب الكره الطائره. الحقيقه قلنا وتوقعنا كان صح، فريق كره الطائره رجال بيلعب بطوله افريقيا الموجوده او التي تقام حاليا في القاهره على صاله رقم 2 في استاد القاهره. منتخبنا استطاع التأهل للمباراة قبل النهائية بعد فوزه على المغرب بنتيجة 3-0 في مباراة الحقيقة قوية أداها منتخب مصر، طبعا نجمنا نجم مصر وأسطورة النادي الأهلي وأسطورة كرة الطائرة كابتن أحمد صلاح، ده يوسف حسام يوسف صانع الألعاب الأهلاوي الخماسي طبعا في النادي الأهلي، قاد الفريق للتأهل إلى المباراة قبل النهائية. عشان نقابل مين بقى؟ نقابل الكاميرون، فريق يعني قوي جدا. طب ليه بتقول كده؟ أنا عايز أقول لكم الكاميرون خرج تونس من دور الثمانية بنتيجة 3-1 في مفاجأة من العيار الثقيل. تونس هي حامل لقب بطولة حسام يوسف طبعا، حامل لقب البطولة دي ثلاث نسخ، آخر ثلاث نسخ تونس حامل اللقب، منهم بطولة كانت على ملعبنا في مصر وكسبونا في الفاينل. فالكاميرون النهاردة بيخرج تونس 3-1، وعايز أقول لكم إن في تطور رهيب في الكرة الطائرة الكاميرونية سواء رجال أو سيدات. منتخبنا طبعا استطاع انه يقصي منتخب الكاميرون سيدات في بطوله افريقيا اللي فاتت من قبل النهائي في كاميرون وسط جمهوره وملعبه. النهارده الكاميرون رجال بيلعبونا، سيدات كان في الكاميرون فزنا عليهم، رجال النهارده هنلعبهم في مباراه قبل النهائيه. ده طبعا سعودي نجمنا سنتر بلوك رقم 15 في النادي الاهلي ومنتخب مصر، ودي طبعا لقطه من الروح العاليه اللي لعب بيها المنتخب في المغرب. وخليني اقول لكم سر لا يخفى على احد، المنتخب ده خسر من الجزائر في المجموعه بنتيجه غير متوقعه 3-0، والكل بس وقف لي الصوره دي شويه معلش، الكل رجع ده لانعدام الروح. زي ما بقول لكم كده، كل الخبراء وكل ضيوف اللي بيجوا، انتوا عارفين حضراتكم ان احنا هنا بنتعامل مع الكل وبنتعامل مع الكل باحترام طبعا. فالنهارده كل الخبراء حتى كابتن حمدي الصافي لما كان معايا الحلقه اللي فاتت قال ان الروح كانت غايبه، ودي كانت واضحه، البنش كان يعني نايم شويه، الملعب ما بينفعلش مع الكرات. شايفين النهارده سعودي دي بلوك خده سعودي
شايفين الروح، شايفين حسام يوسف بيقابله ازاي، او لا ده انا اسف الليبرو الفريق، انا اسف محمد رضا، انا اسف لاعب نادي الزمالك، محمد سعيد جاي، يعني شايفين الروح، شايفين الروح عامله ازاي. فهنا انت قدرت تكسب المغرب احد افضل الفرق، وكانت مرشحه انها توصل قبل النهائي، قدرت تكسبها 3-0 بالروح. طيب مطالب ايه الفتره؟ احنا قلنا ماتش الجزائر هيبقى سلاح ذو حدين، يا يكون سبب في خروجك ان انت تخش في حاله انعدام ثقه وشكرا مع السلامه، يا اما يكون دافع وتصحيح وضع واعاده الروح مره تانية. واضح ان المنتخب خد الطريق اللي كلنا توقعناه انه يعدل من موقفه. طيب ده كان دور مين؟ خليني بقى اتقل معاكم شويه كده، خلي الصوره دي معايا عشان نشوف الروح ودتنا فين. الروح دي دور مين؟ دور اللعيبه الكبار. ايوه دور اللعيبه الكبار. النهارده احمد صلاح لازم نرجع له الفضل ده، انه او الدور ده، انه راجل استطاع كراجل كبير وككابتن فريق انه يدب الروح مره اخرى في هذا الفريق، انه ياخد الطريق الاصعب. صدقوني مش شغل الجهاز، النهارده جهاز فني ايطالي، فلافيو المدير الفني الايطالي الجديد للمنتخب، الناس دي اجانب محترفين بيشتغلوا بس، يعني موضوع الروح ده مش هتلاقيه قوي بيهتموا بيه، لان ده حاجه مفروغ منها، وانه مفروض اللاعب ينزل يلعب بروح. فالنهارده الترانسفير اللي حصل في روح المنتخب هو ده اللي عمل الفارق. الكاميرون لازم نلعب بالروح اللي انتم شايفينها في الصوره دي، لو ما لعبناش بالروح دي، ودي رساله للاعيبه منتخب مصر في الكره الطائره، اللي انا عارف ان خماسي النادي الاهلي عارفينها لان ده السيستم بتاعهم في النادي الاهلي، ولكن انا بتكلم على منتخب مصر دلوقتي اللي هو الاسمى والاكبر والاسم الكبير والشرف اللي ما بعده شرف لاي لاعب انه يلبس قميص منتخب مصر، واللي انا الحقيقه كان ليا الشرف البسه، وده اكبر شرف الحقيقه ليا، ولا بطولات ولا قميص منتخب مصر، ده اكبر شرف. طيب لو ما لعبش المنتخب بالروح قدام الكاميرون دي مش هنكسب، لان الكاميرون قوه بدنيه طاغيه ومنتخب تقيل. فالنهارده الكاميرون لو ما قدرتش تلعبها من اول دقيقه بالروح دي هيبقى عندك مشكله. طيب ليه؟ وفي جماهير وجاليه كبيره كاميرونيه في مصر بيدرسوا هنا وعايشين هنا، ومصر بتحتضن كل الاخوه الافارقه، فهنلاقي النهارده جمهور، وكانوا بيأزروهم في ماتش تونس، فهنروح الصاله هنلاقي جمهور، يعني النهارده وجمهور صاله 2 اللي حضراتكم شايفينها دي انا لعبت عليها كتير، الصوت بيرن، يعني 500 600 واحد هتحس ان انت بتلعب في 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 في, في استاد. فالنهارده مطالب الحضور الجماهيري، ومطالب كمان المنتخب يلعب بالروح دي. طب ماتش الكاميرون مهم ليه؟ انت ماتش واحد تكسبه من المباريات الجايه سواء قبل النهائي او النهائي تضمن ان انت تروح اولمبياد. تونس خرجت فانت ترتيبك هيكون احسن منها، فانت كده هتقربنا، يعني ماشي مش هنتاهل ولكن هتقربنا بشكل كبير بنسبه 90%، و90% دي انا بعتبرها ان انت خلاص تاهلت، فانت محتاج تكسب الكاميرون عشان تطلع فاينل، عشان تبقى قريب جدا من التاهل للاولمبياد. ولكن انا شايف المنتخب ما يلعبش على ده، المنتخب يتارجت البطوله، وانا بقول لكم لو المنتخب كسب الكاميرون باذنك يا رب بنسبه 99% احنا بطل افريقيا، لان تونس اللي فهمانا وتعرف تلعب معانا خرجت. فماتش النهائي هو ماتش الكاميرون، مع احترامي لكل الفرق الاخرى، على راسي على راسي طبعا، ومنتخبات قويه ومنتخبات يعني ليها كل التقدير، ولكن تونس واخده 10 القاب افريقيه واحنا واخدين 8، فيعني الاثنين الكبار هم مصر وتونس، التاريخ بيقول كده. الكاميرون تقريبا بطولتين على ما اتذكر، والجزائر 2. خلي بالكم برضو اعذروني لو رقم راح مني ولا حاجه، انا بغطي يمكن فوق ال 30 لعبه، ومطالب مني ان انا اكون عارف يعني الارقام كلها ومذاكرها، فاعذروني لو رقم جلى مني كده يعني جلى من لا يسوى. ولكن النهارده احنا بنتكلم على بطوله مهمه جدا، انا شايف ان هي هتصحح المسار. وخليني من هنا احيي برضو اتحاد كره الطائره، انا حاسس الناس دي شغاله، وحاسس الناس دي عايزه تعمل حاجه. طبعا المهندس ياسر قمر رئيس الاتحاد، وكابتن عمرو مخلوف امين الصندوق، وكل الموجودين الحقيقه لهم منا كل الاحترام، ولكن انا بتكلم على الاثنين اللي شغالين بشكل كبير، في عايز يعمل حاجه. الاتحاد يعني دايما بيبقى الكبار في الاتحاد او اي مجالس هم اللي بيقودوا، فالنهارده حاسس ان هم عايزين يعملوا حاجه. الدوري شكله اتغير، المنتخب جابوا لهم احسن مدربين، فهم عايزين يروحوا لحته كويسه. اتمنى كل التوفيق ان شاء الله، ويا رب نفوز باذن الرحمن في مباراه الكاميرون القادمه، ويكون كالعاده الخماسي. طب مين الخماسي اللي بيلعب؟ احمد صلاح، حسام يوسف، محمد عصران، عبد الرحمن سعودي، ومحمد رمضان ليبرو الفريق، دول الخماسي، خماسي النادي الاهلي. شفنا الماتش اللي فات لمحه جيده جدا، وهو حضور عبد الله عبد السلام نجم النادي الاهلي واسطوره النادي الاهلي ومصر، حضر المباراه، آزر الفريق، شجعه، بالرغم ان هو ما شاركش، اصابه طبعا منعته انه يكون مع المنتخب، ولكن موجود معاهم بروحه.
ما كانش كده هيعمل كده عبد الله عبد السلام الا اذا كان حس ان في حاجه كويسه. ما الاثنين دول سواء عبد الله او احمد صلاح بعدوا فتره عن المنتخب لانه حس ان الدنيا مش ماشيه كويس. انما النهارده هم يعني بيساندوا وبيأزروا. احمد صلاح اوقات كتيره جدا ممكن يكون ما بيشاركش، ولكن ده دور احمد صلاح، مش مهم العب ما العبش، مهم نكسب. عشان كده بقول لكم الترانسفير في الروح كان دور اللعيبه الكبار، حتى عبد الله عبد السلام وهو بره المنتخب كان ليه دور كبير. انا بحاول استطرد شويه في الاخبار عشان حضراتكم تعيشوا، مش مجرد خبر بيتقال، ولكن تعيشوا معايا الحاله بتاعت الفريق اللي احنا بنعيشها يمكن في كره القدم عشان الاعلام والميديا، وده دورنا هنا في برنامج الابطال نعيشكم مع الحاله بتاعت كل فريق. هنتنقل على السكواش في النادي الاهلي. احنا عندنا طبعا نجمنا الكبير كل مصر عارفاه مصطفى عسى، ولكن عندنا نجم كان تاني في الرجال وهو يوسف سليمان، ودايما بنجيب اخباره ده حقه علينا لانه نجم كبير من احسن 16 لاعب سكواش في العالم. يوسف سليمان بيشارك في بطوله قطر الدوليه للسكواش. يوسف سليمان لاعب منتخبنا الوطني للسكواش ونجم النادي الاهلي، بيلعب في بطوله قطر الدوليه واللي بتتلعب في الفتره من 10 ل 16 سبتمبر اللي احنا فيه، ومجموع جوائزها 187,000 دولار. ايوه اللي انتوا سامعينه ده صح، الارقام في السكواش بتعدي في البي اس اي. القرعه جنبت يوسف انه يلعب الدور التمهيدي عشان هو طبعا في البيست احسن من احسن 16 لعيب على مستوى العالم، بيلعب في الدور الرئيسي على طول هو دور 32. هيستنى الكسبان من المجري فاركاس والهندي سوراب، هيلعبوا بعض واللي هيكسب هيروح له بنسبه كبيره، هيكسب ان شاء الله في دور 32 هيطلع دور ال 16، قد يصطدم على حسب القرعه باحد اللعيبه الكبار، ولكن ان شاء الله يوسف قدها. يوسف سليمان بيقدم مستوى كويس ونتمنى لكم التوفيق، عايزين يخش في التوب 8، عايزين نشوف يوسف سليمان في بطولة العظماء الثمانية قريب إن شاء الله مع أخوه وحبيبه يوسف أو عسل. خليني بس بمناسبة البطولة في الدوحة، أنا في جزء نسيت أقوله في خبر كرة السلة اللي هو بطولة عربية في الدوحة، إن قطر أو الدوحة هتستضيف كأس العالم لكرة السلة 2027. كأس العالم لسه خلصان أهو، وقبليها بسنة في الجامعة العمومية تقدمت قطر باستضافة كأس العالم فازت. فالنهارده الاربع سنين، النهارده من 2023 حتى وصولا ل 2027 كاس العالم، الاربع سنين دول هنشوف بطولات كره سله كثيره جدا في الدوحه. دايما جرى العرف مش بس في كره القدم، في كل الالعاب الدوله اللي بتستضيف كاس العالم التالي الاتحاد بيوجه بوصلته، اتحاد دولي بيوجه بوصلته للبطولات سواء اسيا بطوله عربيه، كل البطولات بيوجهها على البطوله او الدوله اللي هتستضيف كاس العالم. حضراتكم شفتوا كمان النهارده كاس العالم كان في الفلبين وبين ماليزيا وسنغافوره، كانوا الثلاث دول دول بينظموا كاس العالم، كاس العالم الانديه في سنغافوره. فاذا البوصله بتتوجه على طول، وبيعتبر الاتحاد الدولي ده دعم كبير للدوله اللي بتنظم. النهارده الدوحه استلمت رسمي وبدات خلاص بعد نهايه كاس العالم، النهائي اللي كان ما بين صربيا والمانيا، بعديه على طول تم تسليم الدوحه الشاره عشان تستعد اربع سنوات. ونتمنى لهم التوفيق طبعا اشقائنا في قطر ان هم يقدروا ينظموا كاس عالم كبير في كره السله كما نظموا كاس عالم يعني فاقت التصورات في كره القدم. كل التوفيق لينا، وطبعا اكيد هيبقى اتمنى منتخب مصر يشارك في كاس العالم ده عشان تبقى لاول مره تاني سنه على التوالي يتاهل منتخب مصر كره السله في كاسين عالمين متواليين. هنروح بقى لاخبارنا المحليه كده، خلصنا كل اخبار فرقنا المهمه، خلصنا متابعة ولادنا في المنتخبات، هنروح للريشة الطائرة بقى محليا. الريشة الطائرة اتحادها برئاسة الدكتور علي حسب الله بيستعد طبعا بشكل كبير لاستضافة النسخة الثامنة من بطولة مصر الدولية، واللي المفروض هتتلعب 12 ولحد 15 اكتوبر اللي جاي، وبشركة عدد كبير من الدول لانها موجودة على اجندة الاتحاد الدولي. طب يستعد ازاي؟ من خلال ذهبيتان وفضية حصيلة مصر في المشاركة في بطولة بنين الدولية الريشة الطائرة. نجح لاعبة منتخبنا الوطني الريشة الطائرة في حصد ثلاث ميداليات في بطولة بنين الدولية واللي اتلعبت في الفترة من 7 حتى 10 سبتمبر اللي احنا فيه. تمام؟ طيب، وهتلاقي أدهم حاتم الجمال حقق ذهبية الفردي بعد فوزه على الكيني براين كاسيري بنتيجة 2-0، وجت نتائج الأشواط كالتالي 21-11 21-12، اتضح التفوق الكبير، وكمان فاز على زميلته ضحى هاني بذهبية الزوجي المختلط بعد فوزهم على الزوجي البنين المكون من أوساند وزميلته فرنيلي بنتيجة 2-0، وجت نتائج الأشواط 21-9 21-12 بتفوق واضح
للمصريين. اما المدينه الفضيه فكانت من نصيب نور يسري بعد خسارتها بصعوبه قدام بطل جنوب افريقيا جوهانتا شولتز بنتيجه 2-1، وجدت نتائج الاشواط 17-21 22-20 و19-21، يعني فرق نقطتين في المباراه او الشوط الفيصل. اتحاد الريشه الطائره طبعا بيقوم بدور كبير جدا. معانا عبر الهاتف طبعا كابتن محمد كمال نائب رئيس الاتحاد، اهلا بيك يا كابتن محمد. اهلا بحضرتك يا كابتن هيثم وبالساده المشاهدين. كابتن، يعني يمكن نتائج طيبه للريشه الطائره، وحضرتك دايما بتكون ضيفنا بصفه مستمره، وكل الدعم لحضراتكم، شغل محترم، تخطيط. عايز اتكلم مع حضرتك عن بطوله بنين والاستفادات الفنيه من هذه البطوله، خاصه انها تاتي يعني في اطار الاستعداد المهم طبعا لبطوله مصر الدوليه اللي هتتلعب في مصر ان شاء الله. طبعا اي نتائج دلوقتي في اي بطولات دوليه او بطولات افريقيه مهمه جدا، لان احنا في سنه التاهل لباريس ان شاء الله، سباق التاهيل، هنفضل مستمرين كده لحد 30/4/24 ونعلم بعد كده مين الفائز بالتاهل لباريس. فاحنا لحد دلوقتي ماشيين في الخطه المعتمده من اللجنه العلميه من الوزاره، معتمده من الاتحاد. الحمد لله رب العالمين بناخد خطوات كبيره جدا في التاهل. عندنا ادم بقى اول افريقيا بعد البطوله دي ان شاء الله، اول وفرق نقاط بينه وبين المنافسين الثانيين. نور وضحى في سباق التاهل اول وثاني افريقيا، فده حاجه كويسه ان احنا بنسعى للتاهل في الفرديات. ادهم وضحى ونور وضحى في الفردي بنات، وادهم وضحى وادهم في الرجال. طب معايا يا كابتن؟ مع حضرتك. تمام. طيب احنا يعني دي بنين كان في استفادات كبيره، ايه الاستفاده اللي ممكن نستفيدها من بطوله مصر الدوليه، خاصه الاتحاد الدولي من قوه هذه البطوله تم اضافتها على الاجنده الدوليه، ايه اللي احنا عايزينه من وراء بطوله مصر الدوليه؟ احنا عايزين طبعا نقاط مصر الدوليه، بطوله كبيره من نقاطها كبيره جدا، بس هتبقى المشاركه قويه، ان طبعا ثقه مصر جاي لنا عدد كبير جدا من الدول، وصلنا لحد الان الى 27 دوله من اقوى دول العالم من اوروبا واسيا وتايلاند وماليزيا، واوروبا كلها جايه وافريقيا كلها جايه، فطبعا دي بطوله مهمه جدا بنستعد لها استعداد جيد جدا. ان شاء الله ناخد نقط فيها كويسه برضو في تاهل لباريس، وان شاء الله باذن الله لعبتنا على قدر المسؤوليه. وبعد بنين دي فرقوا فرق كبير جدا في الفوز بالميداليه الذهبيه في الفردي، ونور برضو وضحى قربوا جدا من الفوز من التاهل لباريس باذن الله. طب كابتن محمد، بعد بطوله مصر الدوليه ترى عندنا بطولات اخرى، هل الطريق لباريس؟ اتفضل يا كابتن. احنا عندنا اجنده قويه جدا، عندنا بطوله افريقيا للكبار برضو رجال وسيدات في القاهره ان شاء الله في فبراير، وده كان تخطيط الاتحاد ان احنا البطولات الكبيره جدا نجيبها في القاهره، ونجحنا نجاح تقديم ملف والفوز ببطوله افريقيا، فان شاء الله بامر الله نتاهل من مصر هنا في بطوله افريقيا، ان دي اعلى نقاط بقى، دي اعلى نقاط بتاخد حوالي 5000 نقطه، فتفرق عن منافسينك فرق كبير جدا. فده اللي احنا بنستعد ليه وبنجهز لعبتنا ليه في البطولات، بناخد يعني من البطولات الدوليه العدد اللي احنا عايزينه لحد ما نوصل لبطوله افريقيا ننهي بيها باذن الله في القاهره هنا. ان شاء الله فبراير يشهد تاهل لعبتنا لاولمبياد 2024. طيب كابتن، انتم تارجتين ايه، او التارجت بتاع الاتحاد نتاهل بكام لاعب وكام لاعبه؟ يعني دايما اي اتحاد بيجي بيبقى ليه بلان، خطه للاولمبياد. حضرتك انتوا كاتحاد مترجتين ايه يتاهل، او كام لاعب يتاهل للاولمبياد؟ احنا كنا ماشيين بثلاثه لعيب، نور وضحى وادهم حاتم، ده في الاسوياء، وعندنا في البارة شيماء وياسمين. لحد دلوقتي الخطه ماشيه في الاتجاه السليم، ما شاء الله ان شاء الله نتاهل بالاثنين، باثنين من اللعيبه، وده التارجت اللي احنا كنا حاطينه لنفسنا، ان احنا نتاهل في الاسواق باثنين، وفي البارة بادمنتون باثنين. طب كابتن، يعني مهم جدا اسال حضرتك عن التمويل، يعني الميزانيه، انتوا الدنيا معاكم كويسه، كل البطولات اللي جايه انتوا يعني مغطيين نفسكم يعني ماليا، لان دي طبعا احد يعني وظائف الاتحاد انه يغطي التكلفه والميزانيات بالمناقشه طبعا مع اللجنه الاولمبيه المصريه ووزاره الشباب. انتوا الدنيا معاكم تمام في ناحيه الميزانيه والناحيه الماديه لتوفير المعسكرات دي للاعبين؟ الى حد الان الدنيا ماشيه كويسه جدا، الوزاره يعني بسم الله ربنا يبارك فيهم كلهم، شكرا لمعالي الوزير برضه بالمناسبه من خلال حضرتك، هم بيدونا دفعات من باريس للتاهل، ونخلص الدفعه نسويها ناخد غيرها. لحد الان الامور ماشيه كويس جدا جدا جدا، كل الخطه اتنفذت، كل البطولات رحناها، ما عندناش مشاكل في حاجه الحمد لله رب العالمين. جاهزين برضو ببادجت معين للعيبه للبطولات القادمه
ففي معسكر للاثنين لعيبه ادهم وضحى ونور خارج ان شاء الله بنجهز له، بنتعامل مع الوزاره مش مأخره معانا في حاجه، دي حقيقه يعني. كل التوفيق لك يا كابتن محمد والاتحاد واللاعبين المصريين للتأهل 2024، وكمان تحقيق نتيجه كبيره لليش الطائره في اولمبياد باريس 2024. كابتن محمد كمال نائب رئيس الاتحاد المصري لليش الطائره، بشكر حضرتك شكرا جزيلا، كان معانا عبر الهاتف. وزي ما قلت لحضراتكم في اتحادات ما بنلعبش فيها النادي الاهلي، ولكن واجبنا كبرنامج الابطال ان احنا ندعمها، ودي سياستنا ان دايما كل من هو مجتهد وبطل اكيد ليه مكان معانا في برنامج الابطال. هنطلع من الريشه الطائره هنروح للخماسي الحديث برئاسه طبعا الاتحاد، برئاسه الدكتور مهندس شريف العريان طبعا رئيس الاتحاد وامين عام اللجنه الاولمبيه المصريه، واللي احد الاتحادات اللي بيعول عليها كابتن هشام حطب رئيس اللجنه الاولمبيه في تحقيق ميداليه او اتنين في الاولمبيات القادمه، واللي كان برضه ليه دور كبير من خلال الجندي لاعب منتخب مصر في تحقيق ميداليه فضيه في اولمبياد طوكيو 2020، واللي خلت مصر تقفز قفزه كبيره في ترتيب الدول في الميداليات في طوكيو 2020. كانوا بيلعبوا منذ ايام بطوله البحر الابيض المتوسط، مشاركه عدد من الفرق الكبيره الاوروبيه اللي في الاول والاخر بتنافسك كمان في بطولات العالم والاولمبياد، فاذا هي بطوله مهمه. ذهبيتان لطبعا يوسف بيومي وحبيبه هيثم يحققان برونزيه الخماسي في دوره العاب البحر المتوسط الشاطئيه. خلي بال حضراتكم الشاطئيه، يعني دي مش دوره البحر المتوسط العاديه ولكن الشاطئيه. يوسف بيومي وحبيبه هيثم ثنائي مصر منتخب مصر الخماسي الحديث حققوا ميداليه برونزيه في منافسات الزوج المختلط بدوري العاب البحر المتوسط الشاطئيه الثالثه، واللي بتتلعب دلوقتي في مدينه هيراكليون باليونان. هيراكليون باليونان طبعا دي منطقه ساحليه الحقيقه، يعني اليونان في المناطق الساحليه خلابه جدا، يا بختهم. وحقق الثنائي المصري الميداليه البرونزيه ورا فريق فرنسا واللي حقق الميداليه الذهبيه، اما ثنائي ايطاليا فجه في المركز الثاني وحققوا الميداليه الفضيه. وبدات المنافسات على ثلاث مراحل، بدايه من سباق العدو باجمالي 1800 متر ومرحلتين للسباحه باجمالي 100 متر ومرحلتين للرمايه بالليزر بواقع 5 اهداف في كل مرحله خلال 50 ثانيه. وشارك في منافسات الزوج المختلط 14 فريقا من مصر واسبانيا وفرنسا وايطاليا والبرتغال واليونان. بيترأس بعثة الخماسي الحديث الدكتور شادي عبد العزيز امين صندوق الاتحاد المصري، ويقود الفريق ايهاب سيد المدير الفني لمنتخب الشباب، واحمد ابراهيم سلامه مساعد المدير الفني، ويرافقهم الحكمه رباب حسامه. ويرأس بعثة مصر في دوره العاب البحر المتوسط الشاطئيه المهندس شريف العريان الامين عام اللجنه الاولمبيه المصريه، واللواء ايمن شويته عضو مجلس اداره اللجنه الاولمبيه المصريه نائبا لرئيس البعثه. كل التوفيق لبعثة مصر في بطوله البحر الابيض المتوسط الشاطئيه في يعني في بقعه يعني جميله جدا لليونان بتطل على البحر الابيض المتوسط. ناخد بعضينا ونروح للجودو. الجودو الحقيقه كان بيلعبوا بطوله افريقيا للكبار، منتخب مصر للجودو يعني يسيطر على افريقيا بالكامل، وده من احد الاتحادات واحد الرياضات اللي احنا توقعنا ان هي تقوم بدور كبير خلال الفتره الجايه، وليها امل كبير في ان شاء الله باريس 2024. منتخبنا الوطني الاول للجودو فاز بكأس بطولة أفريقيا للكبار، واللي اتلعبت في الأيام اللي فاتت في المغرب علشان تستمر الصحوة للجودو المصري في الفترة الأخيرة. منتخبنا حقق الدرع العام وكأس البطولة بعد ما فاز ب8 ميداليات، وكانوا 3 ذهب و2 فضة و3 برونز بعد منافسة قوية مع منتخبات شمال أفريقيا وأبرزهم طبعا الجزائر والمغرب وتونس. وجاءت ميداليات المنتخب كالتالي: يسري سامي وزن 60 كيلو جرام ميدالية ذهبية، محمد عبد الموجود وزن 66 كيلو جرام ميدالية ذهبية، عمر الرملي وزن 90 كيلو جرام ميدالية ذهبية، عادل حمادة وزن 60 كيلو جرام ميدالية فضية، عبد الرحمن عبد الغني وزن 81 كيلو جرام ميدالية فضية، أحمد عبد الرحمن وزن 66 كيلو جرام ميدالية برونزية، عبد الرحمن محمد وزن 81 كيلو جرام ميدالية برونزية، أحمد فياض وزن 100 كيلو جرام ميدالية برونزية. وبكده قدر منتخبنا أنه يجمع بين بطولة أفريقيا للناشئين والشباب والكبار، حاجة ما حصلتش الحقيقة، إنجاز كبير جدا. طب كابتن مرزوق رئيس الاتحاد قال إيه؟ قال ان الجودو المصري انه بيستعيد امجاده على مستوى القاري، وهيبقى فاضل لنا خطوات صغيره جدا على الوصول لمنصات التتويج العالميه. الحقيقه انا عايز اقف على الخبر ده كابتن مرزوق اللي في الصوره. خلينا اقول لكم ان كابتن مرزوق علي رئيس الاتحاد ده اللي انتم شايفينه، يعني بنتكلم في اواخر الثلاثينات، ايوه اللي انتم سامعينه ده حقيقي. احنا بنتكلم النهارده عن رئيس اتحاد شاب ليه طموح، عمل حاجه جميله جدا. اول ما جه ما قالش انا جيت وخلاص بقى يا جماعه انا عايز اقعد في الاتحاد 50 سنه. للاسف يعني انا بقول اللي بيحصل، قال لا انا هاجي، انا هدفي منتخب مصر. جمع كل
اسره الجودو تاني اللي كانت نفرت وبعدت نتيجه السياسات السابقه. طبعا بدون الغلط لاحد، انا بتكلم على سياسات ولكن ليست اشخاص. للاسف الاتحادات بتشتغل ان هي بتحاول عشان تحافظ على الاماكن والكراسي، بتحاول تبعد الناس اللي ممكن يكون ليها دور عشان ما ينافسوهاش على الكرسي، ولكن ما عملش كده كابتن مرزوق. النهارده لقيناه بيستعين بكابتن طبعا رشوان نجمنا الاولمبي الكبير، بيقول له تعالى بعد اذن حضرتك انا بستعين بيك وعايزك تبقى المشرف على المنتخبات. شكرا يا جماعه. النهارده كابتن مرزوق لما بيجي يروح بطوله بياخد كل رموز الجودو معاه وكل اسر كل الجودو معاه عشان يوصل لده، ولكل مجتهد النصيب. من الاجتهاد مش تعب بس، توحيد اسره الجودو ورا هدف معين وهي ميداليه اولمبيه. ان شاء الله الاتحاد ربنا يكافئه باذنك يا رب على ميداليه، لان هو عمل كده، واحد الجودو، واحد اسره الجودو بالرغم من سنه الصغير، حط نفسه اخر واحد بالرغم من رئيس الاتحاد بيموت نفسه على اللعيبه، بيعدهم، بيشتغل الكبار زي الصغيرين. كل التوفيق طبعا ليه، ركز مع الناشئين والشباب وبعد كده الكبار يا رب. يعني انا بتمنى من قلبي ان يتوج مجهود هذا الاتحاد والمجموعه الجميله دي ببطوله اولمبيه ويستحقوا من وجهه نظري طبعا، ويتبقى التوفيق، التوفيق بتاع ربنا، ولكن اشتغل اكيد ربنا سبحانه وتعالى مش هيضيع مجهودك. الحقيقه كده انتهت اخبارنا، ونتمنى ان شاء الله نكون قدرنا نوعا ما خلال الفتره القصيره في الحلقه ان احنا نكون قدمنا لحضراتكم مجموعه من الاخبار عايشناكم بشكل عام في الرياضه المصريه سواء جوه النادي الاهلي او خارج النادي الاهلي فيما يخص المنتخبات القوميه. على فاصل اعزائي المشاهدين هنستقبل ضيفي العزيز الدكتور محمد فؤاد رئيس جهاز الجمباز في النادي الاهلي عشان نتكلم معاه في كل ما يخص الجمباز، بدايه باختيار مدير فني جديد ارمني للنادي الاهلي والتعاقد معاه، وصولا بالبراعم والفتره دي كلها او المجموعه او الاعمار السنيه دي كلها النادي الاهلي بيعمل ايه، ولكن بعد. اهلا بحضراتكم من جديد، وفي البدايه برحب بضيفي العزيز دكتور محمد فؤاد رئيس جهاز الجمباز في النادي الاهلي. اهلا بيك يا دكتور. اهلا كابتن هيثم، ازي حضرتك؟ منورنا وبنستنى الحلقه دي يعني من الموسم للموسم كده. ربنا يخليك وانا تحت امرك. طبعا اكيد يا دكتور احنا بنستفاد من علم حضرتك التطبيقي والعلم النظري في امور كثيره جدا. خلينا نبتدي بالجمباز، يمكن الخبر الاحدث في الجمباز وهو التعاقد مع المدير الفني اللي اعلن عنه النادي الاهلي من خلال اداره النشاط الرياضي الكابتن خالد العوضي. مدير فني جديد ارميني، جاء ازاي اختياره وجه خلفا طبعا لمدير فني اوكراني السنه اللي فاتت او مديره فنيه كمان اوكرانيه للسيدات تنوع المدارس، كلمنا عن الاختيار ده وسببه يا دكتور. بسم الله الرحمن الرحيم. هو طبعا من السنه اللي فاتت كان في خطه لتطوير رياضه الجمباز، كان من ضمنها استخدام خبراء اجانب للاستفاده من الخبرات الاجنبيه المميزه، وفعلا تم استخدام خبراء اجانب من اوكرانيا، وبعدين قضوا معنا موسم، ولظروف خاصه بيهم هم مرتبطه بحصولهم على جنسيه لدوله اوروبيه قرروا عدم الاستمرار. بدانا في مرحله بحث جديده، احنا بنحط مواصفات معينه للخبير اللي جاي او المدير الفني الاجنبي اللي جاي عشان ينجح في العمل. ما هو مش انت ممكن تجيب حد كويس جدا وسي في قوي جدا بس ما يركبش في المنظومه اللي موجوده. صحيح. المنظومه اللي موجوده في النادي الاهلي ليها ظروف اجتماعيه وليها ظروف فنيه يعني، فلازم تبحث عن خبير يبقى عنده مواصفات مناسبه وعنده نتائج وعنده قدره على انه يشتغل في مراحل متنوعه، لان في خبراء كتير جدا عايز يشتغل في المرحله العليا اللي فوق بس بتاع الدرجه الاولى ومش مهتم بالجزء اللي تحت ده. احنا بقى عندنا بنبص للموضوع بنظره واسعه، لان النهارده اللي عنده 5 سنين او 6 سنين احنا بنبص له ان ده هو اللي بيعد عشان يبقى البطل الكبير اللي احنا عايزينه. مظبوط. ففضلنا نبحث يعني نشوف البدائل المطروحه الى ان وصلنا الى ان الخبير الارميني ده في كل المواصفات اللي احنا عايزينها، وبالتفاوض لقينا فعلا ان هو عنده استعداد يشتغل في مراحل سنيه مختلفه، فاهم طبيعه شغلنا لما نقلناها له احنا بنعمل ايه عشان هو يبقى عارف قبل ما يجي. هو كمان كان ليه خبره في مصر سنتين في نادي سموحه، فعارف طبيعه اللاعب المصري والجو المصري، ده برضو ساعدنا. تفاوضنا اتفقنا الى انه وصل، وهو وصل وبعد ما ساعتين وصل من المطار كان في الملعب بناء على رغبته. رغبته.
يعني هو حب جدا ان هو اول ما يجي دي حاجه مبشره جدا يوصل على طول مباشره، حتى ونارو استريح وثاني يوم نبتدي قال لا انا رايح على الملعب. كان جاي منين؟ كان جاي من ارمينيا ولا جاي من ارمينيا؟ جاي من ارمينيا. والمدرسه الارمينية هي مدرسه برضو تبع الاتحاد السوفيتي السابق اللي هو تفككت دوله ومنها اوكرانيا، فعشان كده هو مشي على نفس الستايل اللي احنا كنا ماشيين بيه مع الخبير الاجنبي اللي فات، وده سهل علينا ان احنا ما نغيرش الطريق في اللي احنا ماشيينه. لان الجمباز فيه مدارس، الصينيين ليهم فكر، الامريكان والاوروبيين عندهم فكر، شرق اوروبا ليه فكر، روسيا عندها فكر. فانت خلاص مشيت مع مدرسه هي مدرسه عالميه كبيره معروفه، وعايز تمشي على نفس الخط ده لان هي مريحه جدا لينا في العمل. شغلنا احنا اللي بنشتغله كجهاز قريب جدا من طريقتهم، فبيحصل التوافق والحمد لله الامور ابتدت تمشي والعجله دارت يعني. طب هتكلم في حته تفصيليه شويه. لما بدانا التفاوض مع المدير الفني الارميني الجديد للجمباز، حضرتك رئيس جهاز اتكلمت معاه، هل كان عنده خلفيه عن النادي الاهلي؟ هل سمع النادي الاهلي؟ هل يعرف النادي الاهلي؟ لانه النهارده بنتكلم عن جمباز، نادي الاهلي في الالعاب كلها معروف، النهارده سله طايره يد، بس خلينا نتكلم عن الجمباز. هل هو كان عارف النادي الاهلي ولا بعد ما اتعرض عليه بدا يسال ويشوف مين النادي الاهلي؟ هو بحكم ان هو كان موجود في مصر هنا سنتين، ممتاز، كان بيتابع النادي الاهلي طبعا لان احنا كنا منافسين ليهم. بس في الوقت ده احنا ما كانش عندنا، كنا لسه بنعمل جيل. هو كان في مصر بيمسك فرقه ثانيه، نادي سموحه. نادي سموحه يعني هو اوريدي تولى مسؤوليه، ممتاز جدا. ده برده من ضمن الحاجات اللي مش هتخليه ياخد وقت. بالظبط كده، عشان كده احنا فضلنا ان احنا نجيب حد عارف الجو المصري والطبيعه ونظام الدراسه المصريه، يعني عارف يعني هو عارف يعني. عارف النادي الاهلي مين طبعا، فهو عارف كويس جدا النادي الاهلي. حتى يعني لما جينا نتفاوض معاه لقيناه عارف اللعيبه بتاعتنا، لا عارف اللاعب الدولي بتاعنا عمر العربي، عارف لعيبتنا اللي في المنتخب، لقيناه عنده معلومات. بدا بعدها كمان هو في خلال فتره التفاوض يستكمل المعلومات اللي هو عايز يعرفها مننا. ولما جه بقى كنا احنا مجهزين له فايل كامل في كل المعلومات، لانه لازم تدي له كل طبعاً التفاصيل عن كل الفرق صح. عشان يبتدي هو ياخد قرار صح. خط انت بتتدرب ازاي، بتعمل ايه، بطولاتك شكلها ايه، الوحدات التدريبيه بتاعتك، احمالك التدريبيه، كل الكلام ده بتقدمه ليه عشان هو يدخل على السيستم ده ويبتدي يشتغل بالاضافه اللي احنا ايه عايزينها منه. طب دكتور اتناقشت معاه يعني كلمته ايه؟ ما هو طبعا اكيد هو بقى له يمكن كام اسبوعين او ثلاثه دلوقتي. اسبوع ماشي يعني من ساعه الخبر اسبوع. طيب هل هو اتناقشت معاه في تصوره بعد ما شاف طبعا، ولا محتاج وقت زياده عشان يقدر يحط البلان بتاعته؟ هل اتناقشت معاه فنيا ايه تصوره الفتره الجايه هيكون في الجمباز في النادي الاهلي؟ هو طبعا تصوره هو جاي عارف ان احنا يعني ابطال الجمهوريه سنتين متتاليين، وان احنا بنشتغل على المحافظه على القمه، وعارف كويس جدا. ووصلنا له فكره ان احنا النادي الاهلي المركز الاول بالنسبه لنا، ده لا بديل عنه، فاحنا بنشتغل على التارجت ده. وعشان تحافظ على المركز الاول مش معنى كده ان انت تهتم بفريق الدرجه الاولى اللي عندك فقط، لان الفريق ده هيبقى له عمر تدريبي ولازم يحصل احلال وتبديل، فلازم تشتغل على السلم من تحت عشان يبقى كل سنه عندك بتطلع لاعبين يقووا فريق الدرجه الاولى. فتفضل على طول فرقتك قويه، ممكن تعمل جيل يقعد 3-4 سنين بعد كده الجيل ده يروح صح. ما تعرفش بعد كده تلاقي ايه حد من تحت، لكن صحيح. طول ما انت في دماغك استمراريه انك تطلع لاعبين صغيرين من تحت يتولوا المسؤوليه في وقت من الاوقات، ده بيقوم بالدور. هو الراجل تفاهم الموضوع ده ودخل معانا في السيستم. في فرق عندنا من الناشئين بدات تلعب بطولات كاس مصر، فهو برضو عارف نظام البطولات في مصر، كاس مصر والجمهوريه، فبدا يشوف هم دول شغلهم شكله ايه. الفرق اللي لسه بطولاتها متاخره شهرين وثلاثه بدا يحط لها تصور، زي فرق الدرجه الاولى هتلعب في شهر 11، ده طبعا فريق مهم جدا بالنسبه لنا. لكن هو الراجل يعني انطباعاته الاولانيه جيده، مبسوط، شايف ان احنا شغالين الى حد كبير بشكل منظم، شايف ان احنا ممكن في وقت من الاوقات يبقى عندنا يعني بدل ما يبقى في فريق في الدرجه الاولى نعمل فريق واثنين، يعني يبقى عندك بدائل اكتر بكتير. فده لما انت برضه بتريحه في الشغل وبتديله معلومات كتير وبيشوف هو ان الشغل منظم، ده بيساعده ويديله دافع قوي على ان هو يديك اقصى ما عنده بقى من الشغل، وده اللي حصل. تمام. طب خلينا نتكلم عن البنيه التحتيه للجمباز في النادي الاهلي. كان عندنا صاله كبيره وجيده كانت في فرع الجزيره، ومجلس اداره النادي الاهلي عشان طبعا دعمه للالعاب كلها عمل صاله اخرى في الشيخ زايد. النهارده دي بنيه تحتيه
بتترجم في الاخر ان دي قاعده، عدد اللاعبين اكيد بيزيد، مدربين بيزيد. شايف بعد سنه ونص او سنتين على افتتاح الصاله، ايه الفاليو اللي اضافتها انشاء صاله بكل التجهيزات دي للجمباز في النادي الاهلي؟ هو طبعا لما بتعمل صاله جديده في مكان تاني او فرع تاني لينا بيزود لك القاعده يعني، وكل ما كبرت القاعده كل ما كان عندك حسن الاختيار في القمه فوق. صحيح، شكل هرمي. بشكل هرمي. فاحنا تشغيل الصاله بقاله سنه ونص، ده بالنسبه للجمباز لسه يعتبر بدري جدا طبعاً. لكن طبعاً دلوقتي طبعاً. في قاعده كبيره موجوده ان شاء الله بتمشي بنفس النظام اللي موجود في الجزيره، يعني تدريب هنا زي التدريب هنا بنفس الخطط بنفس البرامج. الامكانيات اللي موجوده في الشيخ زايد طبعا هي صاله حديثه مميزه جدا، اوسع، عامله دفعه جامده جدا. بعض الفرق اللي في الجزيره لما بتحتاج، لان الجزيره فيها عدد لاعبين كتير وفي ازدحام شديد جدا، فبعض الاحيان في فرق بتبقى عايز تعمل بروفه بطوله تجربه، نعم، عايز تفضي الدنيا دي كلها، فبتعمل تنقل الحكايه دي تعملها في الشيخ زايد. الامكانيات بتلعب دور كبير في تطوير اللاعب، يعني انت بتلعب على جهاز، لو الجهاز ده امكانياته ضعيفه او قديم او مش كويس ما تعرفش تعمل حركات طبعا، وفي اجهزه مرتبطه بتعليم الحركات. اضف الى هذا بقى الامان والسيفتي، الامان لازم يبقى عالي جدا، فصاله الشيخ زايد الامان فيها عالي جدا لان احدث جدا، لان احدث ومتطوره جدا. والحقيقه يعني مجلس اداره ما بخلش حتى ان هو يجيب اعلى كواليتي في 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 تصميم الصاله دي وفي شراء الاجهزه، لان انت ممكن تعمل صاله بس ايه، يبقى عندك حدود انك توفر في الاجهزه، توفر في السيفتي، توفر في الكواليتي، لا مفيش الكلام ده. الصاله دي معموله على اعلى مستوى، احدث حاجه، وده اللي انا يعني كلفت بيه في وقتها من قبل مجلس اداره، اللي هو اعمل احسن حاجه بغض النظر عن التكلفه ايه، احنا لازم نعمل حاجه طلب منك كده النادي الاهلي، اعمل حاجه كدا. احسن حاجه وتكلفة، مش داخله في الموضوع، داخل في الموضوع احسن حاجه ممكنه واحدث حاجه ممكنه لصاله جمباز، وفعلا قد كان المردود بتاعها لسه جاي، لان لسه في ولاد صغيرين. طب المدير الفني الجديد الارمني لما بتهيألي لما كان موجود في مصر ما كانتش الصاله دي فتحت، يعني بتهيألي كانت لسه في تحت الانشاء، لسه النهارده لما زار الفرعين وشاف البنيه التحتيه وشاف الكلام ده كله، هل علق عليه ولا هو ده متوقع ان تبقى طبيعي في النادي الاهلي؟ لا هو برضو بالنسبه له يعني انه مفاجاه في حيث الامكانيات اللي موجوده عندنا، لانه برضو هو قد بيكون جاي فاكر ان حلقه الامكانيات اقل من كده او تصور معين، فبيلاقي لا الامكانيات احدث، ومش بس كده هو بيشوف بنفسه الدعم اللي بيلقاه النشاط الجمباز من اداره النادي، اداره النشاط كابتن خالد العواضي، مجلس اداره، يعني فده بيخلي الراجل شايف ان متحمس، الموضوع جد جدا، ان النادي فيه سبورت وفي مسانده قويه جدا للنشاط الجمباز، فالراجل حتى بيشوف لو هو عايز يطلب اجهزه اضافيه لادوات تعليميه ما عندوش مشكله، وده اللي حصل في الاجتماع الاول معاه مع كابتن خالد العواضي، ان هو كابتن خالد قال له اي طلبات انت هتحتاجها اي اضافات احنا معاك. ممتاز. الراجل بيلاقي في رغبه حقيقيه من النادي تطوير اللعبه بالظبط، البنيه الراجل هيشتغل قويه ومستعدين كمان لتطويرها في دور رؤيتك الفنيه، فده بيدي انطباع طبعا للراجل انه يشتغل، وبيدي انطباع لينا كجهاز فني ان العمليه لازم نموت نفسنا بقى طالما ان الامور كلها متاحه بالشكل الكويس ده. اكيد. اتنقل مع حضرتك في يعني محور اخر للحديث، وهو الناحيه الفنيه شويه، اتكلمنا طبعا عن الدعم الفني، حضرتك رئيس جهاز بتدعم النادي بشكل فني معين برؤيه فنيه، بتدعم من مجلس الاداره والنشاط الرياضي، رحنا بعد كده على البنيه التحتيه اللي هي مهمه مش هنقدر من غيرها نعمل لعيبه، نروح بقى للناحيه الفنيه، التدريبات، البرامج، لعبتنا النهارده عندنا لعيبه اولمبيين، محمود العربي لاعب اولمبي وايضا لاعب دولي، هل عندنا لعيبه ثانيه اولمبيين ودوليين؟ يعني كلمني بديتيلز اكتر وتفاصيل اكتر عن الناحيه الفنيه يا دكتور. هو طبعا احنا عندنا فرق متدرجه في المراحل السنيه، تبدا من الست سنين لحد الدرجه الاولى. المراحل العمريه دي كل مرحله سنيه فيها اختلاف في حاجات كتير في التدريب، يعني الولد او البنت اللي عنده 7 سنين لما تيجي تشوف اسلوب التدريب والجرعات التدريبيه مختلف تماما عن خالص، عم تتكلم في الدرجه الاولى، يعني ده حاجه وده حاجه، ده بيلعب جمباز وده بيلعب جمباز، بس ده برنامج وده برنامج، ده برنامج وده برنامج طبيعي، الولاد ليهم برنامج غير البنات،
فكل مرحلة سنية هو لازم تشتغل على القدرات اللي موجودة في هذه المرحلة السنية، ثم قدرات اللاعبين اللي موجودين عندك. نعم. يعني انت لو عندك لاعب مميز يعني بشكل كبير، ده لازم يتعمل برنامج خاص لوحده غير الفريق ككل، او لاعب او اتنين او تلاتة. يبقى عندك بتخطط بشكل جماعي للفريق، ثم بشكل فردي للاعبين المميزين اللي انت عايزهم يتميزوا، لان هو لاعب عنده قدرات يقدر يجري يبقى اسرع. صحيح، ده وضع طبيعي جدا. فلازم تبص للمنظور بتاع كل فريق بشكل جماعي ثم بشكل فردي، بدءا من السن الصغير، وتفضل بقى ماشي بيه كده لحد ما توصل بيهم للدرجه الاولى. كل مدرب احنا بنشتغل بنظام في مراحل سنيه معينه بيجي لها اجباريات من الاتحاد، لازم يعني يعمل الحركه دي او الجمله دي. الجمله دي مكونه من كذا حركه لازم تعملها على الاجهزه دي، ده زي المنهج بتاعه. المدرب بياخد الكلام ده مع الجهاز الفني وبيعمل تقسيم للحركات دي بحيث يبقى عارف هو قدامه كام اسبوع، هيوصل امتى مخلص المنهج بتاعه ده، لحد لما نبقى في احسن حالاتنا في وقت البطوله. عندك جزء بدني طبعا، اعداد بدني، لان الحركات طبعا مش بس حركات، هي مبنيه على اساس بدني. بدني طبعا، بس بالذات فلازم يعني توفر الاساس البدني ده وتديله وقته وتديله اهتمامه وتديله القدر المناسب، لان في احيانا الناس تغالي في الاعداد البدني ده، يحصل حرق اللاعب، ضرر، لان انت عمال تديله جرعات تدريبيه بدنيه عاليه جدا مش هتحملها، والطفل بيستقبل لفتره، بعد كده يحصل انهيار. فلازم تبقى انت عارف كل مرحله سنيه حدودها فين، سقفها فين، تشتغل عليها. احنا بقى لحد الدرجه الاولى لما توصل فوق، دي مرحله بقى فيها حسابات تانيه خالص وقدرات تانيه خالص ولاعبين واهداف تانيه خالص. يعني الفوز مثلا، تيجي في الناشئين كل المراحل الصغيره الست سنين وسبع سنين، مش انت مش حاطط التارجت الاساسي انك تقول له تكسب، لانه جهازه العصبي ما اكتملش، فانت مش عايز تتحمل ضغط المنافسه. المنافسه ولا اكسب ويلا، مش هيحصل. المنافسه تمثل ضغط نفسي وعبء نفسي، وتفضل انت بس بتفهمه المنافسه، لا انت هنا لازم تعلمه اساسيات تانية خالص، انبسط انه يحب اللعبه، انه يبقى بيفكر وهو جاي انه جاي الجمباز مبسوط، انه الديسيبلين، النظام بتاع الجمباز شكله ايه، اسامي الحركات، اوضاع الجسم، حاجات اساسيات، يفضل هو خلاص مرتبط بالجمباز. بعد كده بقى تقدر بعد كده تتكلم معاه، لان بعض المدربين او بعض حتى اولياء الامور بيقعوا في الخطا ده من اول ما الطفل يدخل، يلا عشان تكسب، لازم يلا تكسب والميداليه ومش... لا لا لا، الميداليه جايه جايه، بنخسر الولد كده جايه جايه، لكن التحميل عليه الزايد هيؤدي الى احتراق اللاعب وقصر عمره التدريبي، وده احنا بنكون مراعيينه كويس جدا 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 في المراحل دي كلها. ما تحب بقى تستخدم احمال عاليه وتخطيط بشكل كبير، ده بيجي لك في الدرجه الاولى فوق بقى، لان دي فرقه ليها مواصفات، والفوز بيبقى هنا لا بديل عنه بقى، ده ايه، ده نظام تاني خالص. اكتمل اكتمل، نضج، ده يتحمل بقى ضغوط التدريب، وعايز تجيب ميداليه للنادي بتاعك وميداليه لبلدك، فخلاص يتحمل. بالظبط كده. احنا صحيح. الحمد لله عندنا عمر العربي لاعب دولي، وهو قبل كده اللي كان متاهل في الاولمبياد السابقه طوكيو، هو حاليا دلوقتي بيستعد عشان باريس، وهو برضو من اقوى المنافسين، بيجمع نظام التاهل يعني، بيجمع نقاط في البطولات، هو بطل افريقيا في البطوله اللي فاتت، ولسه جاي من رومانيا، بطوله كبيره برضو حقق فيها ميداليات، وبيجمع نقاط عشان في الاخر يبقى عنده فرصه انه هو يتاهل، وهو ان شاء الله المرشح الاول للتاهل. طبعا ده ليه برنامج خاص ونظام خاص، وهو على الاتحاد منضم في المنتخب، يعني في قصه للاعب، ده لاعب اولمبي فقصته مختلفه طبعا، ده نظام خاص تاني طبعا. يعني بتجهز انت بقى لاعبين وراهم بعد كده. زي مين؟ مين عندنا النهارده يا دكتور ممكن نقول عليه ممكن يكون عمر عربي التاني، او ممكن يبقى لعيب دولي مش شرط يبقى اولمبي؟ يعني مش ما فيش اولمبياد، ده بتبقى يعني بيقولوا ذروه المنافسات. مين عندنا تاني في النادي الاهلي سواء رجال او سيدات شايفهم؟ عندنا عبد الرحمن رضا، هو لعيب في المنتخب برضه، بيستعد برضه مع المنتخب. عندنا مروان شرارة، عندنا محمد مختار، عندنا يحيى شرارة، عندنا مروان أيمن، دي كلها أسامي يعني مشاركوا مع المنتخب. أحمد ضياء، كل دول كل دول فرقتنا اللي هي كسبت قبل كده. نعم. وفي منهم زي يحيى شرارة، يعني هو لسه لعيب طالع كسب المنتخب في جزاح حصان قفز في ده يحيى شرارة أخو مروان شرارة؟ أخو مروان شرارة. كسب في البطوله الجمهوريه اللي فاتت، كسب جهاز حصان القفز من كل لعيبه المنتخب،
وهو اصغرهم وهو اصغر ولسه خبراته اقل بما فيهم عمر العرب. لكن انت بتعده على جهاز هو مميز فيه. فانت بتعمل جيل جاي لك جاي لك انه داخل. برافو. في عمر شقره كمان لعيب صاعد كويس جدا عندنا ما شاء الله. يعني برضو ده من اللاعبين اللي ممكن يعني لو بتواجهك بعض المشاكل في السن ده، اما بقى الثانويه العامه في المدارس او الجامعات بقى ونظام الجامعات اذا كان في جامعه صعبه شويه بتاع يعني. لكن في الاخر انت بتحاول تولف نظام تدريب يناسب اللاعب في ضوء ظروفه. نعم. ما انا يعني محمد مختار ده راجل في كليه الطب بيجي من المنصوره كل يوم. يا خبر ابيض. كل يوم. محمد مختار. ومعمول له برنامج خاص بيه هو لوحده بتوقيت لوحده لانه ممكن يجي لك الساعه 8 بالليل ويخلص تمارينه الساعه 11 ويروح تاني يرجع المنصوره تاني. فالظروف دي كلها انت حضرتك بتحطها في الاعتبار. دي حدوته كبيره يا دكتور. وعلشان توصل في الاخر ان كل لاعب يبقى عنده جمله باقوى ما يمكن باحسن ما تكون في التاريخ اللي انت عايزه. فتلعب بطوله جمهوريه واحده فانت عايز تاريخ معين كل اللعيبه دي كلها تكون ظروفها كلها من حيث الاصابه والامتحانات والظروف دي كلها مواتيه. فده ربك بيكرم بقى بعد ما تخطط وتعمل كل عليك ربنا بيكرمه والحمد يعني لله. يعني افهم من كلام حضرتك ان احنا عندنا مجموعه كبيره من اللاعبين عندنا دوليين وممكن في اي لحظه بسبب سنهم الصغير نشوفهم في الاولمبياد. وعندنا صف تاني برضو ابطال جمهوريه صف تاني قوي جدا. طب بالنسبه للولاد بالنسبه للبنات في حد او السيدات في حد؟ البنات احنا السنه اللي فاتت طالعين التاني وكنا مرشحين لاخر جهاز ان احنا نكسب بسبب غلطه بسيطه جدا من لعيبه وده وارد يعني جدا طبعا. لعبه الجمباز العشار تخرجك يعني تقدير حكم العشر يجيبك فوق ويجيبك تحت يعني. فبرضه في البنات احنا برضه عاملين جيل وبنستعد كويس جدا وان شاء الله صغيرين في منافسه. كلهم لسه في المدارس يعني الكبير فيهم لسه في الثانويه العامه فيعني لسه الدنيا المشوار جاي. الشغل ده بدا من 5 سنين مع البنات مش كده؟ بالظبط بالظبط كده. فعشان تعمل جيل بقى فعلا تقول ان انا بعمل جيل ده الجيل اللي موجود مثلا في الصبيان ده احنا بنشتغل عليه من 5 سنين. نعم. فلما وصلنا بقى بيه بنحافظ عليه بنحاول ندعمه بعد كده بالصف الثاني والصف الثالث بعد كده عشان تفضل انت ماشي بقى بالايقاع ده. بقول لك على حاجه يا دكتور حصلت من حلقتين كده خلتني استغرب شويه. كنت مستضيف ابطال الغطس في النادي الاهلي. كل الاعمار صغيرين وكبار ناشئات وناشباب لغايه ما وصلنا لمها عبد السلام نجمتنا الاولمبيه للكبار يعني. فوجئت بحاجه غريبه قوي، فوجئت ان اغلب اللاعبين جايين من عندك من الجمباز. اصل الجمباز هو عنده في الغطس كل اللي بيعمله ايه؟ بيعمل حركات في الهواء عشان ينزل في الميه. في الميه. الحركات اللي في الهواء دي كلها بيعملها في الجمباز. هو عنده في الجمباز، فهو بس كل الحكايه ازاي يطلع من على البورد عشان يعمل الشغل في الهواء وازاي ينزل. يعني خلي بالك حضرتك انت كده مسؤول عن لعبتين بقى، انت حر. انت حر، انت هتغذي يا دكتور. الـ 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 طبعا الجمباز بالناشئين والناشئات وهتغذي الغطس لان بورت مسؤوليه كبيره. هو فعلا لعيبه الجمباز لما بيغيروا احيانا ويروحوا الغطس بيتميزوا على طول لانه صحيح. عنده تغيير الجسم في الهواء ده بيبقى هو التحكم فيه دي عمليه صعبه جدا بس هو عنده المهاره دي جاي بيها بيوظفها بقى على الغطس. والجمباز بيعتبر فرشه اساسيه حركيه وبدنيه لكل الالعاب. يعني اللي بيلعب جمباز وهو صغير وبعدين يروح اي لعبه تاني تلاقيه ممكن يتفوق ويمشي. طب دكتور هروح معاك لبعد تاني بقى يعني في الحوار وهي الاصابات بعد الشر طبعا. ولكن الجمباز حركتها عنيفه وجمالها عنيفه جدا جدا يعني لو يعني الساده المشاهدين لو حد حضر تمرين الجمباز هيشفق على اللاعبين واللاعبات بامانه. ونعرف ناس كتير جدا اولياء امور ولادهم بيلعبوا في الجمباز الحقيقه بيعانوا من الموضوع ده بيبقوا قلقانين جدا. المنظومه الطبيه عند حضرتك ازاي؟ لان دي مهمه، ده جزء لا يتجزا ابدا من الناحيه الفنيه، بل بالعكس ده ممكن يبقى عنصر مهم اللي حضرتك اتكلمت عنه سلامه اللاعبين ويجي بعد كده لا قدر الله لو تعرض اي لاعب لاصابه في كتفه وفي ظهره. بتتعاملوا مع الاصابه ازاي عندكم في الجمباز يا كابتن؟ احنا طبعا بنتعامل مع الاصابه بجزء وقايه الاول قبل حدوث الاصابه. هايل. ده مهم جدا جدا جدا. دكتور اكاديمي طبعا، دكتور يعني كبير واكاديمي طبعا لازم يقول كده. اللي هو لازم حضرتك تشوف كل جهاز وكل نوعيه حركات معينه الامان المطلوب فيها ايه. بريفنتيف اكشن عشان ما نتعرضش للاصابه. ده اول جزء ده لازم تعمله حضرتك. ما شاء الله. وبعد كده الاصابه ممكن تحصل لان طبعا. مفيش رياضه جزء من الرياضه يعني جزء من الرياضه. وحتى الاصابه لما بتحصل في اي اصابه بتحصل احنا بندرس الاصابه يعني بنشوف
الموقف حصل ايه؟ ايه اللي حصل؟ هل حاجه عارضه ولا هل حاجه كذا؟ هل كان في نقص في كذا؟ هل في حمل كان زياده؟ هل في كذا؟ عشان نصوب المسار. برافو. بعد ما بتحصل اصابه عندنا جهاز طبي ما شاء الله مميز جدا. مين عندك مسجل مسعد؟ دكتور احمد مسعد. هو يعني الدكتور يعني طبيب ام طبيب؟ طبيب. هو طبيب ومعاه مجموعه من العلاج الطبيعي. ممتاز. والنادي طبعا بيوفر لنا نظام علاجي عن طريق المستشفيات بحيث لو احتاجنا اشعاعات اي عمليات اي حاجه. والمسؤولين بقى عن العلاج الطبيعي بيقوموا بدورهم في تاهيل اللاعبين بعد ما الاصابه بتحصل. يعني الدكتور بيشخص يحط علاج، احتاجنا نروح مستشفى، نروح كذا، فحوصات. اللعيب مشي على البرنامج العلاجي، بدا يخف او الاصابه ترجع، ما ينفعش ينزل على طول بقى. طبعا يستلموا بعد كده دكاتره العلاج الطبيعي اللي عندنا من خلال مراكز العلاج الطبيعي بقى المنتشره في النادي. عندنا في الجهاز كمان عندنا في الجهاز في دكاتره العلاج الطبيعي، وكمان هم يعني شطارتهم ان هم عارفين طبيعه اصابات الجمباز، يعني عارف صعبة. الاصابه اللي حصلت في الحركه الفلانيه، عارف الاصابه اللي حصلت في الرجل بالشكل ده. اصابات عنيفه يا دكتور. فده بيسهل لك جدا عمليه سرعه الاستشفاء بسرعه. ان انت اللاعب لما بيخرج في الاصابه لو طالت المده دي انت خسرت اللاعب دي لمده اكبر عشان يجيب نفسه تاني، عشان تجيب. وبعدين اللاعب يعني قيمه كبيره بحيث ان انت هتعمل زيه في سنوات بالظبط، بياخد منك شغل. يعني اللاعب مثلا لما بيبتدي عندك سن 5 سنين على ما يلعب درجه اولى 18 سنه طبقا للتعليمات، فانت عايز تقعد تجهز واحد 13 سنه عشان يوصل الدرجة الاولى، هتخسر لعيب. فلازم تحافظ عليه كويس جدا جدا، تكسره الحقيقه عندك عشان هو ده الـ يعني اللي هيحقق لك كل الانجازات اللي انت عايزها. طب دكتور، يعني سؤال ابدي ازلي مستمر، متى نشوف عندنا، امتى، خلينا نتكلم بقى باللغه العاميه بقى، ما ينفعش اقول نص عام، امتى هنشوف عندنا بطل جمباز؟ انا مش هقول ميداليه طبعا، لان طبعا صعب ننافس روسيا وامريكا الصين، يعني الموضوع بيكون صعب شويه. امتى نشوف بطل يقرب بينا بالاولمبياد زي عصر مثلا، يدخلنا خامس اولمبياد، يدخلنا سادس، سابع، على اي جهاز، مش شرط يكون يعني في جهاز معين، على اي جهاز. امتى نشوف ده؟ وهل ده ممكن يتحقق بالمنظومه الحاليه في مصر للجمباز في الوقت اللعيبه بتعاني في مدارسها وجامعاتها، ولا محتاج تغيير المنظومه واللوجيستكس عشان نوصل لبطل؟ يعني رؤيه حضرتك ايه يا دكتور؟ هو طبعا عمليه الاعداد للاعب عشان يوصل للمنطقه العليا دي، سواء بطوله عالم او اولمبياد، هي اوريدي معروفه. يعني هي في العلم معروف، مش كيمياء. يعني عايز توصل هنا يبقى امشي في الخطوات دي، بس هذه الخطوات محتاجه متغيرات كتيره جدا لازم توفرها اللاعب. اديني ثلاث اربع اهم ثلاث اربع متغيرات. هديك اول متغير، ان اللاعب يكون في فتره تفرغ للعبه، فتره الاعداد دي. لكن انت بتصطدم في لاعب مثلا ماشي كويس جدا، اول ما يصطدم بالثانويه العامه اهله هيفضلوا انه يبطل عشان يقعد يذاكر عشان نجيب اعلى مجموع عشان نخش كل اللي احنا عايزينها. فكده انت فقدته في اهم فتره في حياته، سنه وكذا. لو هو عنده مثلا في الجامعه امتحانات او زي كليه الطب او الهندسه او كده، ما بتعرفش. فانت النظام التعليمي ما بيسمحش حاليا بتفرغ اللاعبين للمهمات اللي بالشكل القومي ده، دي مهمه قوميه كبيره. صحيح. لما انت بتفرغ اللاعب بعد كده عندك بقى امكانيه انك تدربه بجرعات تدريبيه متدرجه كبيره جدا، صباحيه ومسائيه، ممكن تصل في ايام الى 3 تدريبات. صحيح. 3 تدريبات عايز تعملها في اليوم. عايز تفرغ. ثم بعد كده اللاعب ده بيحتاج في السنه اللي قبل الاولمبياد او السنتين اللي قبل الاولمبياد احتكاك. مشاركه عنيفه. احتكاك لعشرات المرات. ده لازم يكون متوفر من الناحيه الماليه ومن الناحيه التنظيميه، انك توفر له يعني اديك مثال، لو انت قارنت مثلا عمر العربي في التاهل في الاولمبياد باي لاعب تاهل الاولمبياد، هيطلع عمر العربي اقل لاعب مشاركه واحتكاك. دي طيب، ما انت لو جبت واحد وامكانياته عاليه جدا ووفرت له الطريق انه يمشي فيه ده لحد ما يوصل الاولمبياد، يجيب لك الميداليه. وده بيحصل، بس انت بتتعثر في عمليه الاعداد، اما نظام دراسه، اما نظام فرص احتكاك، اما انه يعني
امور اخرى بقى، مشاكل بتدخل ما بين الاتحاد ما بين نادي ما بين اشتغل شغلانه إيه. صعبه مش عارف يجي عشان يوفر ماديات لنفسه وعايز يصرف على نفسه. بالظبط، ما هو الجزء بقى بتاع الانفاق ده يعني انا يعني مش عايز، بس هو حقيقي موجود. جمباز عايز تغذيه، هو اللاعب ده بياكل بنظام معين ونظام مكملات بشكل معين، عايز صرف عالي جدا عليه. في بعض الاحيان ما بيتوفرش ده، طيب هو يشتغل عشان يجيب، ما هو اللاعب هيصرف كل ده منين؟ فعشان كده بقول لك لغايه ليميت معين يقول لك لا شيل نفسك خلاص. لكن هو الطريق زي ما قلت لحضرتك هو الطريق معروف، تكلفته بقى كبيره. يلا يا بطل وريني. قليله صح، ولازم يشارك فيها كل الدنيا طبعا، شارك فيها الانديه، شارك فيها الاتحادات، شارك فيها الوزاره، اللجنه الاولمبيه. يعني ده عمل ما يتعملش بشكل فردي، مفيش اتحاد يقدر يعمله لوحده ولا نادي يقدر يعمله لوحده، ولازم وزاره التربيه والتعليم تكون معانا برضه في الموضوع. كل ما انا بقول لك ده عمل يشارك فيه منظومه كبيره جدا جدا جدا. عشان ده النهارده انت لو جه لاعب مثلا تصفيه بتاعه الاولمبيات اللي هي توديه في وقت الثانويه العامه، تعمل له ايه؟ مش هتوديه طبعا، لان طبعًا ما عندكش سيستم يسمح للاعب ده بتعويض الامتحان. اديك مثال اهو، فانت في مشكله، في مشكله لازم بتدرس. والحالات اللي بتوصل للاولمبيات دي حالات يعني تبذل مجهود عشان يعدي من المطب، عشان يعدي ويقدر ويتحمل واسرته تتحمل. والله انا عندي تصور، وان شاء الله ممكن في حلقه انا اقوله، يعني تصور ان احنا نافويد المشكله دي او نوفر ده، وهقوله يعني يمكن اتبناه في البرنامج، انه ازاي يبقى فيه. يعني انا خريج هندسه القاهره ولي الشرف في كده، بس طبعا عانيت انه انا رياضي وكنت منتخب مصر في موضوع التعليم. فانا عندي تصور الحقيقه ممكن يفيد جدا لاعبتنا الاولمبيين، ودول كتير جدا عاملاه، ويعني ممكن ابقى اطرحه في حلقه من الحلقات ويعالج اللي حضرتك بتقوله ده، لانه فعلا النظام التعليمي مش هيساعد لاعبتنا الاولمبيين بشكل او اخر. يعني احنا في البنات عندنا لاعبه جنى ابراهيم، دي لاعبه في المنتخب تاني افريقيا وماشيه كويس جدا وطالعه زي الصاروخ، جت في الثانويه العامه توقفت 4 أشهر خلاص عشان السرعه، بدانا نجيب من الاول تاني بقى تاني سنه عشان دي. كل حاجه انخفضت بقى والدنيا وبتاع. اديك مثال صغير جدا. دكتور بشكرك بجد، يعني نورتني وشرفتني واستمتعت جدا بحوارك، ولو في 3 ساعات اتصور ان حضرتك ان شاء الله قادر ان انت تمتعنا بعلمك وخبرتك الكبيره. دكتور محمد فؤاد رئيس جهاز الجمباز، نورتني وشرفتني. شكرا كابتن هيثم، انا اللي سعيد بوجودي مع حضرتك. اعزائي المشاهدين، ده كان لقائنا طبعا مع قامه كبيره في الجمباز في مصر، دكتور محمد فؤاد رئيس الجهاز في النادي الاهلي، واللي ليه دور كبير جدا في نهضه الجمباز في النادي الاهلي الفتره الاخيره. بشكركم شكرا جزيلا لحسن المتابعه، والى حلقه جديده مع الابطال.